سلام ونعمة للجميع، أهلا بكم. أنا تقريبا شايف أني أخونا هولاكو كان جوين، أعتقد الأخ النمر أنا مش شايفه لسه. عموما حلقة اليوم من برنامجنا في الماراثون بعنوان آلام المسيح وقيامته. الحلقة النهاردة بعنوان أنت تسأل والقبر الفارغ يجيب، أدلة الدفن. هيكون بشرفنا كضيف على البرنامج الأخ النمر، ويكون معنا الأخ هولاكو معد البرنامج، يكون معنا الأخ هشام شكري. طيب، أهلا وسهلا بك أخونا هولاكو، أهلا وسهلا بك وسلام ونعم ليك أخونا هشام شكري. سلام ونعم محب أخونا الغالي هولاكو والأخوة المستمعين جميعا، مرحبا بكم جميعا، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بك، اهلا اخونا هولاكو، سلام ونعمه المسيح معك. نعمه وسلام للجميع جناب القس واخويا هشام، ربنا يبارككم ويبارك الخدمه ويبارك الاخوه المشاهدين والمستمعين. اتفضل. طيب، خلينا بس في الفتره الاولانيه قبل ما نبدا كده نعمل تكبيس على اساس تثبيت البث، ونشارك يعني ناخد كده 3-4 دقايق كده مشاركات للبث وتكبيس عشان تثبيت البث. فأنا استأذنكم في الموضوع ده لو قدرنا يبقى كويس. وأنا عارف أن شعب الأرامية وشعب قناة الأرامية ومشاهدين قناة الأرامية وكمان أصدقاء أخونا هولاكو وأصدقاء الأخ هشام شكري كرم جدا جدا في الموضوع ده، فخلينا نعمل مشاركات. أنا حاول أعمل برضو مشاركات هكفل الكاميرا وأعمل مشاركات معاكم، وبعد المشاركات هنبدأ بالصلاة. في كمان الصورة الإعلان، على صورة الإعلان نعمل كده مشاركات أو تكبيس لايكات، كل ما نشارك أكتر مع أصدقائنا كل ما نثبت البث في البداية. موضوعنا النهاردة من الموضوعات المهمة، وإحنا النهاردة نتكلم عن أدلة الدفن، نتكلم عن موت المسيح، نتكلم أكيد طبعاً عن القيامة، عن زورات، عن حسب ما يسمح لنا الوقت. معنا أخونا هولاكو معد البرنامج، ومعنا أخونا هشام خدام الرب يباركهم ويستخدمهم، وبنصلي أن تكون الحلقة سبب بركة للكل، وأن الرب يستخدم كلمته لربح النفوس، لأن دي إرادة الله. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الحقيقة النهاردة يمكن أعتقد إن لا مش النهاردة آخر يوم في الماراثون، لسه معانا لغاية يوم الاثنين في الماراثون، فنستمر الماراثون معانا لغاية يوم الاثنين. هنستمر في متابعة قناة الأرامية، وهنلاقي على أول ميديا هنلاقي كل البرامج، أو لو دخلنا على الفيسبوك ودخلنا كتبنا قناة الأرامية هيجي لك كل البرامج، أو دخلت على abnsat.com هتعرف كل البرامج ومواعيد البرامج. وطبعا هيسعدنا أنك أنت تكون موجود معنا والرب يستخدم الكلمة لمجد اسمه. طبعا مرة تانية أنا بشكر الله من أجل قناة الأرامية ومن أجل كل المجهود الرائع والخدام اللي الرب بيستخدمهم لمجد اسمه وامتداد ملكوته. زي ما قلت النهاردة كمان لو عندك أسئلة، يمكن احنا في البرامج كتيرة بيجي إخواتنا المسلمين بيسألوا، لو عندك أسئلة أو تعليقات فرصة النهاردة أنك أنت تسأل أسئلة. احنا لسه لغاية دلوقتي يا دوب 2000 لايك. معرفش، أنا بشوف دايما من خبرتي مع الخدام الرائعين، وهم كمان أكثر خبرة مني في موضوع أنه يشجع الناس على اللايكات والتكبيس، يمكن بشوف مثلا مرة بدأنا ب40 ألف لايك مع الأخ جو، ومع الأخ كريم بدأنا مرة ب10,000 لايك، ف2000 لايك قليلين. فأنا سيب أخونا هولاكو كمان يشجع الناس على إن هم يستمروا كده في التكبيس. أنا أعتقد إن الأخ هولاكو أحسن مني في كده، والأخ هشام كمان أحسن مني في كده، فسيب الفرصة ليهم هم يشجعوا الناس على اللايكات. خلاكم معنا؟ معاك. طب يا جماعة الشباب اللي موجودين لو سمحت اعملوا شير علشان ندعو اكثر
من العدد ده، وعلشان برضو الفائدة تعم، لأن الموضوع النهاردة جميل وخطير وهيتقال فيه معلومات كويسة إن الناس تعرفها. يعني لو سمحت الشير مهم برضو مع التكبيس. يعني طيب انا اعتقد انا طبعا احنا حابين الناس تعمل لنا لايكات ويبدا البث باكتر من 10,000، لكن كمان عشان ما نضيعش وقت خلينا مع المجموعه اللي موجوده. انا لسه برضه حتى شايف العدد اللي موجود لسه قليل، فممكن ندي 5 دقائق كده. مش عارف لو القناه حطوا لنا ترنيمه حتى خاصه بالقيامه او بصلب المسيح، ده يبقى حاجه كويسه، او ترنيمه روحيه والناس بتعمل اللايكات، يبقى بدل ما يبقى فترة صمت يبقى فترة كده فيها حاجة روحية كويسة. لو أمكن، أنا مش بطلب حاجة، يعني أنا عارف إن ده طلب سريع، لكن لو أمكن، لو ما أمكنش يبقى نستنى شوية وبعد كده نبدأ بالصلاة. كيف لي أن أمكث بائسا في الجلجوثة وشمس رعد إلى حد والرب المسيح قام. شكرا اخواتنا الاعزاء في الكنترول روم، قدام رائعين في الكنترول روم بصراحه، يعني حتى لو احنا بنطلب الحاجه بسرعه بنلاقي تلبيه رائعه، ترنيمه معزيه. المسيح قام بالحقيقه يقام،
واحنا عارفين وزي الكتاب معلمنا ان القيامة هي حجر الاساس في الايمان المسيحي، لانه لو لم يقم المسيح لما كانت هناك اي فائدة من المسيحية. فلو مفيش قيامة للمسيح يبقى ايماننا باطل، كرازتنا باطل، كمان ما يكونش لينا رجاء، ولو كان لينا رجاء في هذا العالم فقط فنحن اشقى جميع الناس. خلينا قبل ما نبدأ ونبدأ بالصلاة، وأطلب من بعد ما أقرأ جزء من الكتاب المقدس، والنهاردة احنا بنتكلم عن لما نتكلم كمان على فكرة ان براهين الدفن، الموضوع كله متكامل، الصليب مع الدفن مع القيامة كل موضوع متكامل، لكن لان احنا بنقطع الحلقات، الحلقة الماضية اتكلمنا برضو عن أنت تسأل والقبر الفارغ يجيب، وأهمية القيامة، وأن القيامة هي حجر الأساس. وخدنا كلام كان رائع من إخواتنا الأحباء عن القيامة، لكن النهاردة كمان بنشوف الفكرة مش بس فكرة حد صلب ومات وقام. ناس كتيرة جدا جدا آمنوا تاريخياً أن المسيح جاء في التاريخ، المسيح علم تعاليم رائعة، تعاليم سامية، تعاليم تسمو بالإنسان. حتى أعداء المسيحية، حتى اللي بينكروا صلب المسيح وبينكروا موت المسيح، علموا بالتعاليم ده. في ناس كتيرة آمنت أن المسيح جاء في التاريخ، صلب ومات ودفن، لكن مثلا ما بيؤمنوش النقام. وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في رساله بولس الرسول الى اهل كورنثوس اصحاح 15، ان لم يكن المسيح قد قام فكل شيء باطل. لكن الرسول بولس بيقول الكنيسه، وده موجود مش بس في العهد الجديد، لكن حتى في العهد القديم كانت الشواهد على موت المسيح وقيامته. ولما النساء ذهبنا إلى القبر ومعاهم الحنوط عشان يضعوا الحنوط على جسد الميت، قال لهن الملكان: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ وقال لهم إنه اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل، أنه ينبغي أن يتألم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. المسيح علم التلاميذ كمان الكلام ده. نبوات العهد القديم كتيرة جدا جدا بتتكلم عن الموضوع ده. لكن أنا هقرأ حاجة من الحاجات المشهورة في العهد القديم، إشعياء 53، لأنه بيتكلم على الهدف من العملية كلها، الهدف من مجيء المسيح مع حياته على الأرض، مع تألمه، مع صلبه، مع موته، مع قيامته. إيه هو الهدف؟ بيقول كده إشعياء في عدد 3، من عدد 3: محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته، أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. خلي بالنا إشعياء بيقول لنا مين يعني الدفن فين. إشعياء في 800 سنة بينه وبين مجيء المسيح الأول،
فعشان كده بنشوف نبوات العهد القديم بتؤكد بالدلائل الدامغة عن مجيء المسيح الأول، ونبوات كتيرة عن ميلاد المسيح، حياة المسيح وتعليمه، آلام المسيح وصلبه، موته ودفنه، تفاصيل كتيرة جدا. لو جاء وقت من الأوقات وتكلمنا عن النبوات وتحقيقها، النبوات وتحقيقها دليل دامغ لأكثر من سبب. السبب الأول أن اليهود ما زالوا يؤمنون بنفس العهد القديم الذي نؤمن به، وكل الكلام اللي اتقال عن المسيح هتلاقيه في كتابنا المقدس، وهتلاقيه في العهد القديم اللي بيؤمن به اليهود، نفس الكلام، حتى وإن كان ليهم انتظارات لسه المسيح هيجي، ده بالنسبة لهم، لكن كل نبوة موجودة في الكتاب تمت في الرب يسوع المسيح. خلينا حبايبي ان احنا نبدأ حلقتنا بالصلاة من اخونا شام، وبعد اخونا شام اسيب الفرصة لاخونا هولاكو في تقديم الموضوع، وتبقى المداخلات كده بين الاخ هولاكو وبين اخونا شام. انا احاول من وقت للتاني اعمل تعليق من الكتاب المقدس او حسب ما يحتاج، مش هكرر الكلام اللي بيقولوه اخواتنا. طبعا اي حد بيقول نفس الحقيقة، مهم جدا جدا ان احنا نكمل بعضينا واحنا بناخد مداخلاتنا. فخلونا نرفع قلوبنا في الصلاة، واخونا الاخ هشام يقودنا في الصلاة، وبعد كده اخونا الاخ هولاكو هيقدم لنا الموضوع. امين امين امين. يا رب بنشكرك يا رب لانك انت موجود في وسطينا يا رب، نضع الوقت اللي جاي بين ايديك يا رب، واثقين انك انت يا رب موجود في وسطينا، انت اللي هتتعظم، انت اللي هتتكلم يا رب، انت اللي هتفتح الاذهان، انت اللي هتيجي بقوه روحك القدوس يا رب وتفتح القلوب يا رب. اجعل كلمتك تثمر بحسب وعدك. بنشكرك لان كلمتك مش ممكن ابدا ابدا يا رب ترجع فارغه، لكن كلمتك بتذهب وتاتي يا رب بالثمر المرجو. اعمل في نفوس الكثيرين يا رب من فضلك، المس يا رب الاذهان والمس النفوس، ويا رب من فضلك يا رب احنا يا رب عاجزين ان احنا نوصل المعلومة بمفهومنا احنا، لكن بنثق فيك انك انت اللي تدينا نعمة يا رب، وتدينا بركة وقوة بالروح القدس يا رب عند افتتاح الفم يا رب، لانك انت العامل فينا، انت اللي تدينا الافكار، وانت اللي تتكلم فينا، لأنه مكتوب يا رب إن لستم أنتم المتكلمون بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. أخونا هولاكو، حضرة الأسيس مجلي، أخونا الحبيب سام، يا رب القناة والخدمة كلها بنحطها بين إيديك يا رب، واثقين إنك أنت بتحسن يا رب العمل في وسطينا، لأنك أنت العامل فينا يا رب، وأنت اللي تتمجد من خلال يا رب الوزنات اللي أنت عطتها لينا. انت اللي تجعل كل كلمه ممسوحه، وكل كلمه منقاده بروحك، وكل كلمه تكون مملحه بملح، وكل كلمه يكون لها تاثير يا رب بقوه الروح القدس. شكرا ليك يا رب لانك بتسمع وتستجيب، ولك كل الكرامه والمجد. امين امين. في الاول خلونا نرحب باخونا سام ايام. يمكن انا قبل ما اطلب من الاخ هشام الصلاه، انا كنت شفت الاخ سام ايام، منورنا اخونا سام ايام، الرب يباركك والرب يستخدمك، وأهلا وسهلا بيك معنا، ولو عندك أي مداخلات أكيد نرحب بالمداخلات بتاعتك. طيب نبدأ مع السلام عليكم. السلام، شكرا لحضرتك أسيس، شكرا لقناة الأمين، شكرا لكل القناة. شكرا لك، شكلك سايق يا سام. طيب طب ناخد الأخونا أخونا هولاكو. النهاردة هنتكلم عن السؤال المطروح، أنت تسأل والقبر الفارغ يجيب، وحنتكلم طبعا عن أدلة الدفن، ونتكلم عن بعد كده فيما بعد أدلة الظهورات فيما بعد في حلقة تانية، وهنستمر شوية يمكن مع العنوان الرائع ده، أنت تسأل والقبر الفارغ يجيب. أخونا هولاكو، أنا بسيب لك الفرصة أنك تقدم لنا الموضوع والنقاط اللي أنت حضرتك هتمشي فيها، عشان كمان أخونا شام وأخونا سام نمشي في نفس الخط اللي احنا بنحاول نكمل بعضينا في تقديم الرسالة، وبنصلي ان رب يستخدمكم كخدام لتمجيد اسم فدينا. تفضل اخونا هولاكو.
طيب شكرا ليك يا جناب القس، واهلا بكم كلكم. لو سمحت بس شيلوني من الاشراف لان الناس ما بتشوفنيش بره، دي حاجه غريبه، الناس ما بتشوفنيش اللي انا فاتح لايف او في لايف، موجود في لايف، فالناس قالوا لي ان لازم اتشال من الاشراف علشان ابان، فما اعرفش، فنشوف كده شيلوني من الاشراف لو سمحت، لان لسه علامه الاشراف جنبي. ما اعرفش، في ناس مش شايفاني فما اعرفش، هم قالوا لي ان المشكله بتبقى دي في حاجه في القناه، لان الناس ما بتشوفناش كتير، ما اعرفش ليه، يعني ما بتشوفناش ان احنا فاتحين لايف، ناس كتير بتقول لي ما بنكونش شايفينك، فلو سمحت شيلوني كده ونجرب كده الموضوع ده. طيب ايوه كده، شوفوا كده يا جماعه انا باين ولا لا، دلوقتي باين ولا لا ان انا موجود في لايف. طيب احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على ادله الصلب، وبدانا الموضوع، ومهم جدا انك انت تبدا موضوع القيامه بقانون الايمان الاول اللي هو يسمى عند العلماء بتقليد كورنثوس، وده مهم للغايه للغايه، وانت بتتكلم في قيامة المسيح انك انت تذكره، اللي هو في كورنثوس الاولى 15، فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا، ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وانه دفن، وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وانه ظهر لصفا ثم للاثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لاكثر من 500 اخ، أكثرهم باقي إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين. ده ما يسمى بالقانون الإيمان الأول، والعلماء أجمعت الأكاديمية كلها أن هذا التقليد من 3 شهور إلى 3 سنوات أقصى تقدير، يعني تقليد مبكر جدا. وعرفنا خطورة تقليد كورنثوس أو في مواجهة المشككين، لأن بيضرب مواضيعهم، أن موضوع أن المسيح شخصية أسطورية، أن المسيح تم تطوير شخصيته من إنسان لإله، أن موضوع أن المسيحية كانت عبارة عن مسيحيتين وانتصرت المسيحية الحالية بفضل القوة، موضوع أن المسيحية نتاج المجامع المسكونية، وموضوع ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، موضوع أن بولس نفسه هو مخترع المسيحية، وموثوقية الأناجيل، وغيرها من الموضوعات اللي بيطرحوها المشككين، ده يضربه لهم لأنه تقليد مبكر جدا من 3 شهور إلى 3 سنوات، يعني أنت بتتكلم على عقيدة أو مسيحية مبكرة، مش من اختراع المسيحيين. ما اعرفش، الناس بتقول لك برضو ان انا انها مش شايفاني، وفي ناس تانية بتقول لك لو عامل الحساب خاص مش هيظهر. لا انا عامله عام يعني عادي، الاعدادات تأكد من ترتيب المشاهدين مفتوح. ما اعرفش، انا عامله عادي جدا، ما اعرفش ادي اهي، الناس دايما بتشوفني، ما اعرفش ايه المشكله، ما اعرفش حبيبي، هو لك قدام التيك توك مش منك انت حبيبي، كمل. تمام، واتكلمنا في أدلة الصلب، وده مهم جدا لما تيجي تتكلم في القيامة. احنا بناخد هو الحد الأدنى للحقائق، هم 12 حقيقة، احنا بناخد منهم 4 بس. 1 أن المسيح مات، 2 أن المسيح دفن، 3 وجد القبر فارغ، 4 شهد له ظهورات بعد الموت أدت إلى تغيير التلاميذ، وخدنا الحقيقة الأولى اللي هو صلب المسيح، وغطينا صلب المسيح من داخل الأناجيل ومن الناحية الطبية ومن التاريخ الخارجي. هنتكلم النهاردة على أدلة الدفن. خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا جدا جدا، أدلة الدفن مهمة للغاية، لأنها بترد على كثيرون من المشككين اللي بيقولوا أن الرومان لما كانوا بيدفنوا، لما كانوا بيصلبوا أي شخص، كانوا ممكن يسيبوا جثته
على الصليب الطيور تأكلها، أو حتى ممكن كانوا يرموا الجثث بعد كده للكلاب أو إلى آخره، زي ما كان بيحصل في التاريخ الروماني. لكن إيه هي أدلة الدفن؟ رقم واحد، احنا هنتكلم يعني قبل ده كله احنا هنتكلم على أدلة الدفن وأدلة دفن يسوع بالخاص يعني، والدفن عموما في عصر المسيح شامل الرد على نظرية أنه لم يدفن أصلا. ونعد بقى كم الأدلة الرهيبة اللي احنا هنقدمه. أولا، أهمية الدفن للعبرانيين. العبرانيين بيعتبروا الدفن مقدس، لأن الإنسان صنعة الله، والكتاب المقدس بيشدد على ضرورة الدفن، حتى وإن كان الدفن للأعداء أو للأشرار المحكوم عليهم بالإعدام. عايز يعني أقول لحضراتكم حاجة، نقطة خطيرة جدا لما تيجي تتكلم مع المخالف، خصوصا الملحدين طبعا، لأن المسلمين أصلا بينكروا الصلب، فده الحلقة اللي فاتت تناسبهم. لكن انت لما تكلم المخالف من باقي الأديان او باقي المعتقدات والأفكار والملحدين وغيرهم واللادينين وغيرهم، ويقول لك ان الرومان كانوا بيسيبوا الجثة على الصليب والى اخره، بتبدأ بأدلة الدفن الاول، الأدلة الداخلية وبعد كده الخارجية. وبنتكلم زي ما قلنا من الكتاب المقدس على ضرورة الدفن. فهتلاقي في سفر التثنية 21-23، فلا تبت جثة على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. يعني هنا الكتاب المقدس بيشدد على ضرورة الدفن، يعني فلا تبت جثة على خشبة بل تدفنه في ذلك اليوم. وهتلاقي الدفن برضو في أمثلة كتير على الدفن، زي مثلا قصة شراء إبراهيم كهفا لدفن سارة، تكوين 23 من 4-19، ودفن جسد يعقوب حيث نقل إلى أرض كنعان ليدفن في قبر قام بنحته، تكوين 50-4-14، ويوسف على الرغم من دفنه في مصر، تكوين 50-26، إلى أنه تم أخذ عظامه أثناء خروج مع بني إسرائيل من مصر ليتم دفنه في نهاية المطاف في كنعان، هتلاقي في يشوع 24-32. يعني الدفن عند اليهود حاجة مقدسة جدا، حتى لو كانوا مجرمين. يعني مثلا زي دفن عظام شاول وأبنائه في صموئيل الأول 31 من 12-13، وغيرها وغيرها وغيرها، مش عايز أطول عليه. ده رقم واحد. رقم اتنين، يبقى كده في الكتاب المقدس الدفن مهم جدا عند العبرانيين، وكان اليهود دايما بيدفنوا. حد ليه تعليق الأول قبل ما نخش في اللي بعده؟ طيب، احنا هناخد بس اخونا هولاكو، استاذنك عشان احنا معانا اكيد معانا ضيوف، معانا الضيف الاساسي المشارك في الحلقه من اداره القناه اخونا هشام، فاكيد هنتبادل المداخلات. انا بشكرك، كمان اخونا سام ايام، وكمان اخونا جونس حاج. اخونا جونس حاج، انا معذره انا ما اعرفش حضرتك، لكن انا برحب بيك، اهلا وسهلا بيك في حلقه اليوم بعنوان براهين القيامه. او اهلا بيك. طيب، على فكره، يمكن حاجه من الحاجات المهمه واحنا بنتكلم على فكره ادله الدفن، تعليق بس صغير جدا جدا، ان ما ورد في رساله بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس اصحاح 15 عن هذا التسليم الرائع او هذا الكلام الرائع، الرب يسوع المسيح تنبأ بموته وقيامته. يمكن ما فيش مرة الرب يسوع المسيح تحدث عن موته إلا وتحدث أيضاً عن قيامته. فالرب يسوع المسيح اتكلم عن الموت وعن القيامة. فهلاقي على سبيل المثال في الإنجيل بحسب القديس لوقا أصحاح 24 بيقول أنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. مش بس المسيح
المسيح طبعا قال في متى 12 38 40 16 انا مش عايز اكرر الكلام، لكن كمان حتى نبوات العهد القديم بتتكلم عن موت الرب يسوع المسيح وقيامته، وبنشوف ده تعليم كان واضح جدا جدا. ويمكن واحد من ضمن الناس الرائعين كتب كتاب رائع عن صليب المسيح اسمه جون ستوت، قال العبارة دي، والعبارة دي هو واخدها من الكتاب المقدس، قال لم ينبئ يسوع نفسه عن موته إلا وتحدث أيضا عن قيامته واصفا إياها بأنها آية. وفي بداية رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا كتب عن يسوع تعين ابن الله بقوة بالقيامة من الأموات. فهنا القيامة مهمة جدا جدا، لكن الفكر بتاع القيامة ده العهد القديم تنبأ عنه، المسيح علمه بعد القيامة في ظهور الملكين للنساء اتكلم وذكرهم بكلام وتعليم الرب يسوع المسيح عن القيامة. كان في حاجة من الحياة اللي أنا أحب أذكرها، إن مخاوف التلاميذ وخوف التلاميذ من اليهود، وده بيؤكد حاجة كمان، بيؤكد يمكن التعليم الكتابي على طول، إن لأني حصل دفن ولأني كمان اليهود سمعوا تعليم المسيح إنه هيقوم في اليوم الثالث، عشان كده جم وتكلموا عن ضبط القبر لألا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه. وطبعا هيتكلم أكيد أخونا أولاكو عن الموضوع ده، لكن خليني أنتقل لأخويا الأخ الشام، لو عندك تعليق على النقطة الأولى اللي قالها أخونا هولاكو، أو لو عايز تزيد، أو لو عايز تتكلم في حاجة من الحياة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. معاك أخويا هشام. ربنا يباركك ويبارك أخونا هولاكو. طبعا أنا مش عايز أطول، لأن أخونا هولاكو أشار على التكست هنا إن هو عنده مادة طويلة عايز يقدمها، فعلى العجالة كده يعني بسرعة هنجد إن الكتاب هو أكد المسيح بلسانه، المسيح لكل المجد والإكرام أكد بلسانه الطاهر إن هو يعني هيكون فعلا ميت بهذا الجسد، وهيكون في باطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي. يعني لما نيجي نشوف هذا الأمر، ده كان إيمان تلاميذه، إيمان الرسل، إيمان كل الكنيسة الأولى. طيب لو فرضنا هنا إن المسيح مش هو اللي دخل القبر، لو ما كانش المسيح ليه كل المجد والإكرام، مات بطبيعته الجسدية ودخل وما كانش هو اللي دخل القبر وكان فيه حد تاني، أو ما فيش أصلا من أساسه قصة القبر ديت، حاولنا ان احنا نعزلها كده ونقول ان ما فيش، على اي اساس؟ يعني ايه الاساس اللي احنا انطلقنا منه على اساس ان احنا نقوله ان ما فيش قبر ولا فيش موت؟ طيب لو في نجاة، النجاة دي تمت ازاي؟ وهل النجاة دي كانت نجاة سرية؟ يعني هل النجاة دي كانت نجاة سرية؟ طب لو كانت نجاة سرية يبقى الله بيخدعنا، لان المفروض لو كان في نجاة سرية يبقى الله مخادع. ليه؟ على الأقل الله كان أعلمنا بهذه النجاة السرية، لكن الرب أعلمنا في الكتاب إن هيكون في نجاة من الموت نفسه بالقيامة. والرب يسوع المسيح إلهنا المجيد مش بيعمل أعمال خفية مستترة، لكن بيعمل أعمال في النور علشان الناس تقام. الرب يسوع المسيح لما حب يصعد للسماء شهدوا 500 أخ، يقول عنهم الكتاب ما زال أكثرهم باقين إلى اليوم. ده في اللحظة اللي كتب فيها سفر أعمال الرسل هذا الكلام، أو تقريبا في رسالة كورنثوس، ما كنتش مخطئ يعني. تمام. طيب لو أجاز لينا إن احنا نعصر على نفسنا لمونة باللغة المصري كده ونقول يلا احنا هنلغي عقولنا ونقول إن مفيش موت، طب ما هي كده المسيحية أصلا انتهت، لأن الموت ده ترتب عليه قيامة. لو كان المسيح مات فقط أو حتى ما حصلش إن هو مات، طيب ما بطرس خلاص ساب الخدمة المسيحية وساب كل حاجة وقال إني ذاهب لأتصيد، والتلاميذ كلهم أيدوه في رأيه وراحوا تصيدوا. طب هي دعوتهم إن هم يكونوا صيادين سمك ولا يكونوا صيادين الناس؟ لا، رجعوا لخدمتهم تاني
ورجعوا لعملهم اللي الرب تمنهم عليه في بداية دعوته ليهم وهو بالجسد على الأرض هنا، وبالتالي كملوا دعوتهم بناء على ما آمنوا به من صلب وموت ودفن في القبر وقيامة من بين الأموات وعمل وتأييد روح الله القدوس ليهم، هو اللي عضتهم وخلوهم يكون عندهم الجرأة وينادوا بالقيامة من بين الأموات. والقيامة من بين الأموات في العصر المسيحي الأول في عند الرومان واليونانيين كان بالنسبة لهم شيء غير مقبول على الإطلاق. دي المداخلة الأولى اللي حبيت أساهم بيها، لكن أسيب المجال لأخونا هولاك والباقي الأخوة. تفضل حضرتك. شكرا أخونا هشام. أخونا سام أيام، عندك مداخلة على اللي قاله أخونا هولاكو؟ أو لا، انا هسمع كمان شوي. شكرا. طيب ماشي اوكي. اخونا جونس حاج، انا بس مش عايز اسيب حد يعني لكل فيه. شكرا لحضرتك. دكتور جون كمان ياخد نصيب. انا كمان دكتور جون. طيب سلام المسيح للكل. انا هسال سؤالين وانا عارف يمكن الاخ هولاكو هيغطيهم بعد كده، بس السؤالين دول مهمين. الاخ هولاكو عرض في الجزء بتاعه اللي هو ابتدى فيه نقط مهمة جدا، انه واجب ان الشخص اللي يموت في الفكر اليهودي او الكتاب المقدس انه لازم يدفن، ما ينفعش يتساب شخص من غير دفن. السؤال بقى اللي بيتسائل من المشككين، وعايز الاخ ولاكو طبعا يرد عليه. لا الكلام ده، السؤال المشكك يجي كالآتي: لا الكلام ده على اليهودي العادي، لكن اليهودي اللي اتصلب اللي هو يعني متهم بالتجديف على الله زي السيد المسيح ده ما يدفنش. يدفن ليه؟ فين الدليل التاريخي ان في الجسم الشخص اللي هو او يعني جسد الشخص المجدف اللي اتصلب او اللي تترجم هيدفن بعد كده؟ فده سؤال. السؤال الثاني، ليه النسوة جم في اليوم الثالث يحطوا يطيبوا الجسم؟ هل ومعروف انه في الكتاب المقدس انه اللي بيلمس الميت نجس؟ ده بيدي شك، يقول لك لا ده ما كانش الجسم ما كانش موجود، كان ليهم هدف تاني ان هم يروحوا القبر، كان يسرقوا الجسم، يعملوا حاجه تانية غير اللي هو وضع الحنوط. فدول السؤالين. كنت طبعا انا عارف الاخ ولاكو عارف الاسئله دي كويس ومجهزها، بس انا حابب يعني افتح النقط للناس وهي بتسمع. شكرا. طيب شكرا اخونا جون. اكيد اخونا ولكن يمكن جاوب على الفكره بتاعت اليهودي انه لازم يدفن. مش بس كده، كمان خلي بالنا ان الرب يسوع المسيح صلب يوم الجمعه، فكان داخل السبت اللي هو اليوم المقدس عند اليهود وما يبقاش فيه عمل بغض النظر على مين المصلوب. يعني لو احنا هنتكلم عن اي حد مصلوب، لكن العيله بتاعه المصلوب او الناس اللي يصلبوا المصلوب كانوا لازم يدفنوا الرب يسوع المسيح قبل يوم السبت. لكن أنا كمان هسيب أخونا هولاكو يكمل في الموضوع بتاع. تفضل أخو هولاكو. شكرا لكل الأحبة والأسئلة الجميلة دي. بشكرك أخويا جون، ياريت تكون معنا على طول ما تنزلش. أخويا جون طبعا رفيق سلاح من الكلاب هاوس وراجل مبارك يعني. طيب أخش في النقطة الثانية. أول حاجة تكلمنا على أهمية الدفن لدى العبرانيين، والكتاب المقدس بيشدد على ضرورة الدفن حتى لو كان الإنسان ده شرير كانوا أو مجرم كانوا برضو بيدفنوه. رقم اتنين، نتكلم في الأدب الربياني اللي هو يعني تعليم الرباي اليهودي على حكاية الدفن دي. فهدخلكم على حتت برضو بعد إذنكم، هتكبروا للشاشة عشان نخش على الأدب الربياني أو الرباني. أيوة. فمثلا أهمية الدفن عند في الأدب الرابياني، فبيقول لك ايه، فمثلا في مشناء سنهدريم 6:5: بمجرد ان يتحلل لحم المتوفي كانوا يجمعون عظامه ويدفنونها في مكانها الصحيح في مقبرة دفن اجداده
ده زي ما حصل مثلا مع يوسف وغيره، بعد ما بيتحلل بعد كده بيجمع العظام وبعد كده يدفنوها. هتلاقي برضو لا يجوز لنا نقل جثة أو عظام من مكان شرف إلى آخر، أو من مكان عار إلى مكان شريف وغني عن قول من مكان شريف إلى مكان عار، ولكن في ممتلكات الميت يجوز النقل حتى من مكان الشريف إلى مكان العار لأنه من أجل شرفه. تمام. هتلاقي أدلة الدفن في الأدب الربياني كثيرة، لكن أنا يهمني اللي هي في الأدب الربياني أو الرباني اللي هو حتى الأشرار كانوا بيدفنوا. فمثلا في مشناه سنهدرين من ستة اللي هي من خمسة إلى ستة بيقول لك اللي هو بقى إذا عانى الله مثل هذا الضيق على دم الأشرار المسفوك مع أنهم استحقوا عقابهم بحق، فيمكن الاستدلال على أنه يعاني من ضيق على دم الصالحين، ولم يقل الحكماء هذا فقط، أنه يجب دفن المخالف الذي أعدم في نفس يوم اقتله، لكنهم قالوا أن من يترك قريب المتوفي بين عشية وضحاها دون أن يدفنه يخالف النهي إلى آخر الكلام. يعني خلاصة الكلام، المشناه في الأدب الربياني بتقول أنه يجب دفن حتى الأشرار اللي عملوا جرائم، يجب دفنهم. كمان نيجي بقى ثالثا، ودي مهمة جدا، لأن الأناجيل الأربعة جميعا إجماع سجلت دفن يسوع. ففي متى 27 من 57 إلى 61، وفي مرقس 15 من 42 إلى 47، وفي لوقا 23 من 50 إلى 56، وفي يوحنا 19 من 38 إلى 42. رجعوا ورايا، إحنا بنعمل مرجع وبعد كده الناس ترجع ترجع كل حاجة ورانا. يبقى خدنا من أهمية الدفن لدى العبرانيين ومن الأدب الربياني، وخدنا رقم ثلاثة من الأناجيل إجماع أن يسوع قد دفن، برضو قانون الإيمان الأول رابعا اللي هو في تقليد كورنثوس أو التسليم اللي هو في كورنثوس الأولى 15 يقول لك وأنه دفن، يعني برضو ده تقليد مبكر جدا من 3 شهور إلى 3 سنوات بيقول إن هو دفن المسيح، فبالتالي دي مش عقيدة أضيفت بعد كده علشان تعالج أقوال بعد كده. رقم 5، معلش أنا موضوع طويل بس لازم أغطيه لأن النقاط كتيرة. في مصادر غير كتابية بتساعد في تأكيد دفن يسوع، زي الاكتشاف الأثري اللي بيسموه مرسوم الناصرة. ده لا يذكر اسم يسوع على وجه التحديد، لكن بيرجع لعصر الإمبراطور كلوديوس، يعني 41 إلى 54. نقش الناصرة مهم جدا، ده بنسميه اللي هو مساعدة غير مقصودة، انك انت بتساعد الموضوع بطريقة غير مقصودة، زي ما مثلا بتتكلم على اشخاص مكتوبين في الاناجيل او الى اخره ويتم اكتشافهم، فبتبقى دي مساعدة لتاريخية او موثوقية الوثيقة. فنقش الناصرة هتلاقي لوح رخامي مكتوب باليونانية عبارة عن 14 سطر بمرسوم من القيصر يأمر بمعاقبة الاعدام لاي شخص يتم القبض عليه وهو يقتحم القبور. على الرغم من ان مرسوم الناصرة ما فيهوش اسم يسوع، لكن ممكن نستنبط منه انه بيلقي بظلال الشك على نظرية القائلة بسرقة الجسد، لان دي اول تهمة اتهمنا بها من قبل اليهود. فالغريب الموضوع لأمرين، أولا نظرية سرقة الجسد لأن اليهود ادعوا إن التلاميذ حطموا القبر المختوم ونقلوا جسد يسوع إلى مكان آخر وأشاعوا أن يسوع الناصري قد قام من بين الأموات.
وبعد كده المرسوم بيتكلم عن تحطيم القبر المختوم ونقل جسد متوفي لغرض آخر شرير. طب إمتى في الإمبراطورية الرومانية كلها حصل ادعاء بنقل جسد متوفي لغرض شرير اللي هو بعد كده ادعوا القيام؟ فدكتور جاري هيبرمس قال لك إن المرسوم هنا يمكن إن احنا نكتشف فيه بعض الحقائق، إن هناك تقرير من فلسطين دفع الإمبراطور كلوديوس على الأرجح بإصدار الإجراء الصارم ضد انتهاك أو سرقة القبور. طبعاً إنك أنت تعاقب بالإعدام دي ما كانتش بتحصل لانتهاك القبور، فواضح إنه تأثير موضوع قيامة المسيح على الإمبراطورية الرومانية إنها تصدر قرار بكده، فكان يعني نقدر نستنبط منه إن يسوع دفن ووجد القبر فيه. وبعد كده نتكلم بقى على رقم 6، شهادة يوسفوس. وهنا بقى إيه؟ نبدأ الأدلة الخارجية. ودي لازم نركز شوية. الأول حد عنده أي مداخلة؟ لأن اللي جاي مهم جدا، فهكون أنا بسترسل وبطريقة أكاديمية لازم نوصل موضوع دفن يسوع، لأن ده مربط الفرس للرد على شبهة أن الرومان كانوا بيتركوا الجثث تعفن أو يأكلها الطيور أو يرموها للكلاب. فنتكلم هنا على الدفن. حد ليه مداخلة؟ هي بس سؤال بسيط خالص على موضوع أنه ادعاء سرقة الجسد. هم نفسهم في إنجيل متى هم كانوا بيحذروا من سرقة الجسد، فقالوا احكم القبر، وقالوا احكم القبر، قال لهم روحوا انتوا تتصرفوا. يعني اليهود نفسهم احكموا القبر جيدا جدا جدا جدا، لان هم كانوا بيشككوا وبيقولوا ممكن التلاميذ يجوا يسرقوا الجسد وتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. يعني هم كانوا بيقولوا ان قيامة المسيح وعدم وجود جسد الرب يسوع المسيح في القبر ده هيكون، هم سموها طبعا بالضلالة، قالوا هيضل الناس أكتر من وجود المسيح نفسه. فهنا بيصور لك انه يعني عدم وجود جسد المسيح في القبر ده اكتر عندهم، هيكون عند الناس دليل اقوى من وجود المسيح نفسه في وسطهم. فهم احكموا القبر جدا 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 لانهم كانوا متخوفين من هذا الامر. فدي تنفي تماما تماما ان التلاميذ يكونوا بيسرقوا جسد المسيح، لان اليهود كانوا متشككين وخايفين من النقطه دي. اشكرك حبيبي. وقال لهم اخونا سام ايام، هو بيلاطس نفسه لما طلبوا منه كده قال لهم عندكم حراس ذهبوا واضبطوه كما قال لهم روحوا اتصرفوا انتوا يعني احكموا يعني هو بيقول لهم ايه داكم الحرية المطلقة اعملوا اللي انتوا عاوزينه. في الكلام ده موجود في الانجيل بحسب القديس متى اصحاح 27 عدد 65، فقال لهم بيلاطس عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فده كان يعني كان مهم جدا جدا. وخلي بالنا دي فيها فكرة مهمة أخونا سام أيام وأخلاكو، أن اليهود نفسهم كانوا مصدقين كلام المسيح، أو واخدين بالهم من كلام، مش فكرة مصدقين مؤمنين بيه، لأ، لكن واخدين بالهم من كلام المسيح بالتفصيل في الوقت اللي الخوف، وده بيؤكد على فكرة، ده بيؤكد فكرة الدفن والصلب والقيامة، في الوقت اللي الخوف خلى التلاميذ كلهم، يعني اللي يهرب إلى عمواس واللي يجتمع والأبواب مغلقة بسبب الخوف من اليهود. فده بيأكد كمان إن الموضوع ما كانش سهل، يعني ما كانش سهل إن هم يدعوا إن هم سرقوه. يعني مجموعة ناس ضعفاء، واحد أنكر المسيح قدام جارية مش هيروح بعد كل ده يسرق الجسد. فأنا أعتقد إن ده مهمة ملحوظة مهمة. شكرا لك أخ سام أيام. وإحنا نسيب أخونا، إلا لو حد عنده مداخلة تانية نسيب الأخ هولاكو. لو تحب أخ هولاكو نسيبك تكمل كل الموضوع لغاية ما تخلص، وبعد كده ناخد المداخلات لو أنت حابب كده. هو في حاجات أنا لازم هسترسل فيها، بس عشان برضو إيه يعني ما يبقاش الموضوع ممل للمستمع، بناخد برضو إيه الأحباء يشاركوا. لكن هو موضوعي عشان بيغطي جميع النقاط اللي المخالف بيقولها. يعني احنا الوقت اتكلمنا من داخل الكتاب ومن الأدب الربياني ومن الأناجيل، هنبدأ دلوقتي في النقطة المهمة جداً
وهي الأدلة الخارجية، لأن دي اللي بتبقى حجة على المخالف في موضوع الدفن. هفتح الكاميرا ونشوف أن يوسفوس اللي هو المؤرخ اليهودي بيذكر الالتزامات الأخلاقية اليهودية، فبيذكر بيقول إيه؟ ثواني كده لو سمحت كبروا لي الشاشة. أيوة، ممكن كمان نشجع أخواتنا أن هم يعملوا لايكات، وأخونا هولاكو بيسترسل في الموضوع بتاعه. تمام. ويوضح يوسفوس الالتزامات الأخلاقية اليهودية، قال لك يجب أن نوفر النار والماء والطعام لكل من يطلبها، ونشير إلى الطريق، ولا نترك الجثة غير مدفونة، قال لا، ونبدي اعتبارا حتى للأعداء المعلنين. ده ضد الأبيونية، كتبت للإشارة للموضوع ده. وبرضو نيجي برضو يوسفوس برضو في كتاب اللي هو حروب اليهود، قال لك على الرغم من أن اليهود، خدوا بالكم عشان دي تردوا بيها على المخالف، لما أقول لك إن الدفء إن الرومان كانوا بيتركوا الجثث تعفن أو الطيور تأكلها أو يرموها للكلاب، قول له إن كانت أورشليم في هذا الوقت استثناء. ليه؟ لأن الرومان كانوا بيحترموا العوائد والتقاليد للشعوب اللي بيدخلوها. فبيقول لك على الرغم من أن اليهود حريصون جدا على طقوس الجنازة، حتى أن المجرمين الذين حكم عليهم بالصلب يتم إنزالهم ودفنهم قبل غروب الشمس. الله، وده اللي حصل مع المسيح، ده اللي حصل لما حتى لما الصين لقوهم عايشين كانوا ضربوهم. خدوا بالكم لما قصروا السقان، عشان دي هنجلها ده بعدين في دليل أركولوجي هيخلص الموضوع ويضحط كل فكر الأعداء القيامة في الموضوع ده، لأن في مناظرات كتيرة تمت في ده، ممكن كانوا يعني المؤمنين يتحدوها بسهولة، لكن عانوا في الحتة دي، في مناظرات كتيرة مبنية على الحاجات دي، على الحاجات دي سهلة أو تضربها بالحاجات دي. يبقى دلوقتي دي مهمة تاني، يا ريت أقراها تاني معلش. على الرغم، هنا يوسفوس في كتاب زوور حرب اليهود، حروب اليهود، ماشي، حروب اليهود، حروب اليهود اللي هو 4317. وانا على فكره فرغت هذه كل الكتب دي على فكره ومترجمها عندي في الفولدر، فبس انا لقيت موقع يعني كاتب حاجات ممكن نقراها افضل، فقلت اوكي ما فيش مشاكل. يقول لك على الرغم من أن اليهود حريصون جدا على طقوس الجنازة، حتى أن المجرمين الذين حكم عليهم بالصلب يتم إنزالهم ودفنهم قبل غروب الشمس. وهنا بيتكلم على اللي أنا قلت عليه في الأول برضو ضد الأبيونية، يقول لك يبدو أن إدارة فلسطين في زمن السلم قد احترمت حساسية الدفن لدى اليهود. خدوا بالكم ان في حساسيه للدفن لدى اليهود فاحترموا هذه العوائد والتقاليد. في الواقع يقول يوسفوس ان الرومان لا يطالبون رعاياهم بانتهاك قوانينهم الوطنيه، يبقى اليهود قصد الرومان لا يطالبون رعاياهم بانتهاك قوانينهم الوطنيه، يعني بيحترموا القوانين التقليديه او المحليه للدول اللي هم بيحتلوها. برضو بيضيف يوسفوس أن المدعين الرومان الذين خلفوا أغريباس الأول بالامتناع عن كل تدخل في عادات البلاد، لذلك أبقوا الأمة في سلام. شايفين الأدلة عاملة إزاي؟ نيجي بقى لحاجة مهمة جدا، وهي اللي هو المعروف القوانين الرومانية المعروفة باسم ديجيستا. دي القوانين الرومانية، ففي القانون الروماني نفسه. يبقى كده بقى نيجي الرقم ايه، يبقى خدنا يوسفوس، شفتوا الفولدر بتاعي انا بنظم ازاي، لما تكلم المخالف لازم تكون منظم علشان المخالف
مش بس اللمسات الروحية انت بتديله في الاخر عشان يقتنع انك انت مش واحد بس ايمان اعمى، لا انت ايمانك مبني على صخر، لازم تكون منظم. فستة شهادة يوسفوس دي احنا خدناها، نيجي بعد كده للقوانين الرومانية، القانون الروماني اللي هو كان معروف باسم الديكستا، لقيت برضو موقع نشكر ربنا جايبه جاهز. صدقوني انا كنت ببحث في ده حته حته، يعني طلع عيني في البحوث دي زماني. بقول لك حتى العداله الرومانيه خارج البيئه اليهوديه سمحت احيانا بانزال المصلوب ودفنه. نجد في ملخص القانون الروماني اللي هو المعروف بديكستا الامتياز ده، قال لك ايه؟ لا يجوز منع جثث المحكوم عليهم بالإعدام عن أقاربهم. وقال أغسطس الإلهي في الكتاب العاشر من حياته أن هذه القاعدة قد تحققت في الوقت الحالي، لا تدفن جثث من عوقبوا إلا بعد طلب ذلك. طلب ذلك، لو تشوفوا مين اللي طلب جثة المسيح، ها؟ ركزوا معي، والحصول على إذن. فاكرين أنتوا يوسف الرامي؟ وأحياناً لا يسمح بذلك، خاصة إذا أدين الأشخاص بتهمة الخيانة العظمى، ما كانش ساعتها بيسمح لده، وهكذا. يبقى كده خدنا أدلة الدفن من الخارج الكتاب، وهي المؤرخ اليهودي يوسفوس لما اتكلم أن الرومان كانوا يحترمون العوائد والتقاليد لليهود، وإن كان الدفن مقدس لدى اليهود وكانوا بيسمحوا لهم بالدفن، وخدنا في قانون اللي هو الديجستا. نيجي بقى للقنبلة، لو حد يحب ياخد مداخلة أو يضيف أي حاجة تاني، علشان أقول لكم الضربة الكبيرة جدا في موضوعنا النهاردة اللي هو أدلة الدفن. حد ليه مداخلة قبل ما أتكلم على أدلة الدفن في الموضوع ده؟ تفضل حد المدافع. ده كمل اخ ولك كمل. لو حد ليه مداخله هيرفع ايده او كده. الاخ هشام، الاخ هشام عندك مداخله؟ اخ هشام سلام المسيح مره ثانيه، شكرا ليك اخويا هولاكو على المعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها. لكن برضو من الجانب الاخر، في صلب المسيح ودفنه في القبر، لو قلنا مثلا نظرية سرقة الجسد من القبر، نظرية لا يمكن ان في انسان يصدق ان في حد يعتدي على الدولة الرومانية، مجموعة من البشر الضعفاء يعتدوا على الامبراطورية الرومانية بسرقة هذا الجسد، وخاصة ان في ختم ملكي على القبر. طيب هو لو حصل ان حتى التلاميذ كان عندهم شجاعة نسبية واستطاعوا ان هم ينتصروا على الكام حارس اللي هم موجودين حوالين القبر وسرقوا الجثة، هل الامبراطورية الرومانية بالحكومة بتاعتها بقواتها بجحافلها عجز عن استرداد هذا الجسد، خاصة ان هذا الجسد عليه تحذير زي ما اخونا الفاضل هولاكو اتكلم وقال من الاول، واخونا اسف اخونا سام تقريبا، اخونا سام هو اللي اشار للنقطه ديت، ان اليهود حذروا وقالوا هتكون الضلاله اشر من الضلاله الاخيره اشر من الاولى. ايوه بالظبط، اشر من الاولى. فطبعا يعني هيكون الدوله الرومانيه مثلا تحالفت مع فئه مهمشه ضد الاغلبيه اليهوديه؟ مستحيل. هل الحكومة أو الإمبراطورية الرومانية تجعل هيبتها تنكسر أمام يعتبر هنا ناس تمردوا ضد الدولة وقوانينها؟ يعني ما ننساش إن ده يعتبر تمرد جزئي من ناس مهمشين، فده كسر هيبة الإمبراطورية الرومانية في حد ذاتها لو فرضنا إن التلاميذ هم اللي سرقوا الجسد. طيب هم سرقوا الجسد ده وخبوه، واستطاعوا ان هم يخبوا هذا الجسد، اذن دي حيلة منهم هم. طيب ازاي يروجوا لفكرة القيامة؟ هم محتفظين بجسد ازاي ويموتوا من اجل الشهادة بالقيامة من بين الاموات؟ يعني انسان
يسرق جسد جسد ميت ويخبيه، وفي نفس الوقت يروح يشهد ويدفع حياته موت من أجل هذا الجسد اللي المفروض هو مخبيه. ده أمر لا يمكن إن هو يستوعبه عقل إنسان عاقل. شكرا لكم، وتفضل حضرة الأستاذ. طيب كمان في يعني في مناقشة فكرة دفن يسوع، في كاتب اسمه ويلبر سميث كتب حاجة من الحياة، قال أن ما نعرفه عن دفن الرب يسوع يفوق ما نعرفه عن دفن أي شخصية أخرى في التاريخ القديم كله. فنحن نعرف عن دفنه أكثر مما نعرفه عن أي شخصية أخرى في العهد القديم، أو ملوك بابل، أو فراعنة مصر، أو فلاسفة الإغريق، أو قياصرة الرومان. أننا نعرف من أخذ جسده من على الصليب اللي هو طبعا يوسف الرامي، ونعلم شيئا عن تعطير جسده بالأطياب وعن أكفانه، ونعرف القبر الذي دفن فيه واسم صاحبه يوسف من مدينة الرامة، ونعرف أيضا موضع القبر كان في بستان قريب من مكان الصلب خارج أسوار المدينة. وعندنا أربع سجلات تاريخية عن الدفن تتوافق جميعها، واحد منها لمتى تلميذ المسيح الذي حضر حادثة الصلب، والثاني لمرقس الذي يقول البعض أنه كتب القصة بعد صعود الرب بأقل من 10 سنوات، والثالث لوقا المؤرخ العظيم ورفيق الرسول بولس، والرابع ليوحنا آخر واحد غادر مكان الصليب، وكان بطرس أول من رأى القبر الفارغ صباح أحد القيامة. الفكرة هنا يعني يمكن حاجات كتيرة في التاريخ ما عندهاش الأدلة الكافية عن إثبات دفن أو شيء، خاصة لما يكون تاريخ قديم. لكن زي ما قال أخونا هشام، وزي ما قال أخ سام أيام، وزي ما قال أخ هولاكو، أن في أدلة لا يمكن أبداً إنكارها. يعني أنت بتتكلم عن الدولة اللي اتحكم على المسيح تحت سلطانها اللي هي الدولة الرومانية، الناس المستفيدين من موت المسيح كانوا اليهود، الفئة زي ما قال أخونا هشام، الفئة الثالثة اللي ممكن يتهمون بسرقة الجسد، فئة ضعيفة جداً جداً، كانوا خايفين، كانوا مجتمعين بسبب الخوف. فده أدلة قوية جدا جدا عن دفن الرب يسوع المسيح. لكن أنا يعني بصفتي قسيس لازم أقول أن الموضوع كله مؤكد كتابيا قبل حتى أحداث الصلب، حتى قبل مجيء الرب يسوع في الجسد. الأمور كلها موجودة في كل العهد القديم، ولو في وقت وحابين ممكن نسرد النبوات اللي جات في العهد القديم عن آلام الرب يسوع المسيح، صلبه، موته، قيامته، وكان الهدف منه هو خلاص الجنس البشري. أنا يعني بشجع الكل وبصلي من أجل الكل أن الرب مش بس المعلومات، حلو أن يكون عندنا معلومات، لكن أكتر من المعلومات الإيمان. وعلى فكرة لما أتكلم عن الإيمان، الإيمان ليس ضد المنطق، يمكن الإيمان تؤمن بأشياء فوق العقل البشري لكنها ليست ضد العقل البشري. لكن كمان لأن العقل البشري لا يمكن على الإطلاق أن يدرك الله، حتى لما احنا بنقرأ مع بعض وندرس مع بعض، الله لا يمكن أن نضعه تحت المجهر، لا يمكن أن نضعه تحت البحث. حتى إننا احنا نعرف عن الله ما أعلنه هو عن نفسه، يعني أكيد في جوانب كتيرة عن الله لا أنا ولا غيري يدركها، لكن الله أعلن بوضوح وخطة واضحة جدا جدا مؤكدة، ادانا اليقين. ومهم جدا جدا أن احنا يكون عندنا يقين الإيمان، لأن لما التلاميذ شكوا الرب يسوع المسيح اقترب منهم، الرب يسوع المسيح ظهر لتوما خصيصا عشان لا يكون عنده أي شك. شكرا أخونا هشام، شكرا أخونا هولاكو. قبل ما أخونا هولاكو ياخد المداخلة الثانية أو الجزء الثاني، خلينا بس الإعلانات بتاع أسبوع آلام المسيح وقيامته اللي هو بدأ من يوم الجمعة 22 مارس، ويكون آخر يوم هو يوم السبت 1 إبريل. واحد من البرامج اللي هو برنامج براهين القيامة، ده هيكون يوم الأربع 3 إبريل، يوم الأربع ده 2 أبريل أعتقد، يوم الأربع 2 أبريل أو 3 أبريل، أنا مش شايف التاريخ. عموما براهين القيامة يوم الأربع، الأربع الجاي عموما. خدعوك فقالوا
لك الاختلافات والتشابه بين الصليب والقيامة في الكتاب المقدس والقرآن. ده يوم الثلاث 2 إبريل، يبقى الأربع كان 3 إبريل، يبقى الأربع هنقول 3 إبريل. يوم الأربع 3 إبريل برنامج يسوع المسيح أم محمد، هل المسيح قام أم رفع؟ البرنامج من تقديم الأخ جو، وأنا أتشرف بإعداد البرنامج. يوم الأربع الساعة 3 بتوقيت شرق أمريكا. يوم الخميس قضايا مصيرية بين الإسلام والمسيحية، تأملات في قيامة المسيح. الخميس 4 إبريل طبعا تقديم الأخ جو، ومع الأخ سام أيام، ومع الأخت ديفاين لوف. المرأة وأحكام القرآن من القيامة إلى يوم الخمسين، من القيامة إلى يوم الخمسين، الجمعة 5 إبريل. ما بين الشريعة والنعمة، هل جاء محمد لكي يتمم مكارم الأخلاق؟ البرنامج إعداد الأخ كريم، وأتشرف بتقديم البرنامج مع أخونا المبارك كريم. الحكم بعد المداولة، اللي هو نفس البرنامج اللي احنا فيه ده، أنت تسأل والقبر الفارغ يجيب، أدلة الزورات، مع من إعداد الأخ ولاك، وأنا بتشرف بتقديم البرنامج. كده أعتقد أن الإعلانات خلصت، فبشجعكم كمان جماعة أن احنا نعمل لايكات، عايزين نوصل البث في أقرب فرصة إلى 100,000 لايك عشان تثبيت البرنامج وعشان البرامج اللي بعد كده. وكمان لو حد حابب يدعم القناة بأي هدايا أو تبرعات، فأنا بنشكركم. القناة طبعا بتقدر أولا وجودكم معانا مهم، وكمان عشان الخدمة تمتد، وبنشكر قناة الأرامية من أجل الخدمة الرائعة اللي بتقدمها قناة الأرامية. أخونا حائص صد، الأخ فاروق يوسف، هل قبل الأخ هولاكو ما يأخذ المداخلة الثانية، هل أنت كنت موجود معنا سمعنا؟ لو مش سمعنا خليك للمداخلة بعد هولاكو. طب خليني ماشي خلاص، خليني ازيك يا هولاكو، حضرت الأسيس ازيك سام، سام ازيكو أخ سام، خلاص يا حضرت الأسيس خليني بعد هولاكو يعني. لو أنت عايز، لو أنت عندك حاجة دلوقتي ما عندناش معنا، ولا الأخ هولاكو عنده معنا، لكن أنا بتكلم لأنك أنت لا أنا داخل، أنا داخل بسمع من بدري يعني، بس أنا في حاجة، اتفضل. في حاجة عايز في أدلة الدفن يعني. اتفضل. هو كان عندي هو كان في طبعا يعني معظم في علماء كتير جدا أقروا بأن نساد المسيح الدفن في قبر بتاع يوسف الرامي، ده دليل مهم جدا على 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 دفن السيد المسيح، وانه يبقى معروف تاريخيا يعني، لان يوسف الرامي ما فيش حد اتكلم في ده ولا لا، كان عضو في الـ في الـ في السندهربين، فكم كان من يعني كان من السبعين اصلا لحكم السيد المسيح. فهو ما ينفعش ان الـ ان الـ ان, الـ إن الانجيل او يخترع قصه، ما ينفعش يخترع قصه ويقول يوسف الرامي، لان اليهود كانوا هيقفوا لهم يعني، يعني على اقل تقدير كانوا اليهود هيقفوا هيقفوا للمسيحيين ويقولوا لهم لا ما فيش يوسف رامي، انتوا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مش صح يعني. وبعد كده نقائد يهودي يبقى عنده الشجاعه ان هو يروح لبيلاطس ويطلب دفن المسيح، كان يعني ده طبعا حاجه يعني منتهى الشجاعه، لان طبعا معروف العداء كان بين المسيحيين والسنهردين، كان يعني يعني فما كانش ينفع ان التلاميذ يخترعوا قصه زي دي. وبعد كده بس انا عايز اقول حاجه اخيره بس، عشان طبعا انا الحقيقه عايز اسمع هولاكو طبعا. هو بيقول ان في زمن يوسابيوس بيقول ان حددوا المكان طبعا بتاع الجلجوزه ده، حددوه بالظبط في اوائل القرن الثالث ده، لما قسطنطين وزعماء الامبراطوريه الرومانيه لما بنوا الكنيسه، فوضعوا علامة، كان في شكل القبر بالظبط، كان موجود شكل القبر، القبور ساعتها يعني كان نفس القبر اللي هو المشار لقبر السيد المسيح يعني. تقول لك ايه، كنت عايز بس اقول حاجه كده سريعه جدا في ناشونال جيوغرافيك، انا قريت حاجه يعني، كنت حاجه يعني من مصدر موثوق فيه يعني، راحت صورت وعملت توثيق للعمليه دي، واظهرت ان الموقع هو نفس الموقع اللي حددته. طبعا انا عندي الرابط بتاع
عندي ال... عندي مين اللي مين اللي عنده الصوت ده؟ ده الصوت عندك انت اخ فاروق؟ لا لا مش عندي. لا طب حد عنده الصوت ده يقفل لنا الصوت لاخونا لجيسوس، حد يعمله ميوت بس من فضلكم يعني. طيب اوكي. طيب انت خلصت كده اخ فاروق ولا لسه تكمل؟ لا انا كان بس اقول حاجه على السريع كده، ان بقول ان في اعمال تنقيب حصلت في 2016 حاجه قريبه جدا يعني، وناشونال جيوغرافيك انا عندي طبعا تقرير مصور كامل يعني، وثقت العمليه دي وقررت بما لا يدع مجال الشك ان ده نفس الموقع اللي حدده يوسابيوس. يعني هو نفس الموقع اللي هو حدده يوسابيوس كان حوالي 345 ميلاديا يعني. طبعا بس هو ده كده كانت المداخله اللي عندي في موضوع القبر اللي هو بيخص يوسف الرامي ده. انا عندي كان دلائل كتير، بس طبعا انا داخل عشان اسمعكم، مش داخل النهارده عشان اتكلم يعني. انا قلت بس اشارك كده. فموضوع القبر اللي هو يمتلكه يوسف الرامي ده من اكبر الدلائل على دفن السيد المسيح. يعني دفن السيد المسيح في هذه المنطقه يعني. كنيسه القيامه اللي اتبنت فوق القبر بتحدد مكانها بمليون طريقه يعني، في كذا عالم اثار وفي كذا مؤرخ باكدين تماما ان كنيسه القيامه هي مبنيه على قبر السيد المسيح. بس كده اتفضل يا ولاكو اتفضلوا. شكرا اخونا حاتصاد الرب يباركك. طيب عندنا اخ شكله مسلم، هل عندك سؤال؟ الاخ اللي حاطط علم فلسطين وكاتب اللهم اعز الاسلام وكده، هل انت مسلم؟ أنا من اللي انا مجرى انت مسلم، فهل انت عندك سؤال او عندك مداخله؟ انا شايف ان هو محطوط على الجست، فهل عندك؟ طيب خلاص اخونا ولاكو اتفضل. لحظه بس حضرت الاسيس بعد اذنك، لو مش انزل لان كده معناه هو طالع يبلغ، لو مش هترفع الميوت عن نفسك وتتكلم اتفضل انزل بكل احترام. طب ما احنا حد في اوكي احنا ممكن ننزله. خلاص كده احنا ممكن ننزله هو نزل كده او حد نزله. طيب اتفضل اخونا ولاكو. طيب ارجع للموضوع بتاعي وهو اهم حته في موضوعي، وهو اكتشاف اثري الادله الاركيولوجيه لواحد اسمه يوحنان ابن هاجالاغول. هاجالاغول ده اللي هو بيسموه ضحيه الصلب. يوحنان ابن هاجالاغول او هاجالاغول ده اكتشف في 1968، عشان برضو ده دليل قوي على موضوع الصلب والدفن، وان كان الرومان بيسمحوا بدفن الجثث في المنطقة دي. الجدير بالذكر ان يوحنان ابن هاجالاغول كان بيقولوا العلماء ان هو كان في الانتفاضة اليهودية ضد روما، ومع ذلك سمحوا بدفنه. ففي عام 1968، علشان الناس ما تحسبش دايما يعني، دايما يكلمونا هو في دليل تاريخ على كذا، وفي يا حبيبي عدم ذكر التاريخ لشخصية ما أو حدث ما لا يعني أنه لم يحدث، لأن التاريخ سلس كل يوم في اكتشافات. أدينا في 1968 تم اكتشاف عن موقع دفن يهودي مع 35 يهوديا دفنوا في 15 صندوق عظام حجرية، زي ما احنا قلنا كانوا بعد ما الجثث تتحلل يجمعوا العظام ويحطوها في الصناديق. ودي عادة طبعا بتستخدم زي ما احنا قلنا قبل كده. وبالتحقيق عالم الأثار اسمه فاسيليوس، ده عالم أثار، قال لك هؤلاء اليهود ربما ماتوا حوالي 70 ميلادية بعد اللي هو في الانتفاضة اليهودية ضد روما. وبعد كده الاكتشاف بيتكلم على يوحنان ده، واللي هو كتب اسمه بالآرامية على الصندوق الحجري، والراجل ده بضحية الصلب، وبيقول لك كان من عائلة واضح انها مرموقة، وبيقول لك ان المسامير اخترقت
رجليه وبعد كده وبرضه بيشير ان القدمين والساقين كسروا بطريقه فيها عمد متعمده، ده برضه بيرجعك انه تم الكسر العظام بوحشيه كبيره، من الواضح انه تم الكسر نتيجه ضربه واحده قويه. وطبعا ده بيودينا لموضوع اللصين اللي كانوا مع المسيح، ان هو بعد ما المسيح طبعا كان مات، بعد ما الدنيا عايزين يعجلوا من دفنهم، فبعد كده كسروا لهم رجليهم علشان يعجلوا من دفنهم. فطبعا لما يقول لك ان العظام بتاعته مكسوره بوحشيه من ناحية الركبة كده، فدليل ان يعني الأناجيل صادقة دي تسمى مساعدة غير مقصودة يعني. فبيتكلم على يوحنان ابن هاجلغول، ده اكتشاف أثري، هوريكم الصورة بتاعته ليوحنان. فده في الانتفاضة، علشان الإخوة اللي بيقول لك كبروا لي صورتي لو سمحت، علشان الإخوة اللي بيقول لك ان ما كانش فيه دفن المصلوبين وكده، لا ادي معانا هو دليل اركولوجي اللي هو يوحنان ابن هاجلغول، ده دليل اركولوجي لقوه في 1960 او 68 على ما اظن، ثواني كده اجيبها 68 اللي هو يوحنان ابن هاجلغول، بيقول لك انه تم كسر العظام بوحشيه الى شظايا كبيره وحاده، من الواضح ان الكسر نتج عن ضربة واحدة قوية. والراجل ده زي ما قال عالم الأثار، حاولوا بس إيه تراجعوا معايا اللي أنا بقوله، عالم الأثار اسمه فاسيليوس، ده بيقول لك إن الراجل ده مات حوالي 70 بعد الميلاد في الانتفاضة اليهودية ضد روما. أدي ده دليل أركولوجي على على حكاية الدفن المصلوب، على حكاية الدفن المصلوب. فده دليل مهم جدا، وأنا هو أدي دي الموقع اللي جايب موضوع اللي هو ضحية الصلب يوحنان ابن هاجلغول، ده برضو من الأدلة القوية جدا على أن الرومان احترموا عادات الدفن لليهود، ودي دلوقتي رقم 8. نيجي الرقم 9، وهو من أقوى الأدلة لصالح دفن يسوع وحقائق بيقبلها المؤرخين، أن بعد صلب يسوع تم دفنه من قبل يوسف الرامي، زي ما قال أخويا جون، زي ما قال أخويا جون حائط صد. يوسف الرامي، إيه حكاية يوسف الرامي ده؟ طب ليه إحنا بنتكلم أن ده من أقوى الأدلة لصالح دفن يسوع؟ هتلاقي ان الكتاب المقدس بيتكلم في متى 27 من 57 الى 61، بيقول لك ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو ايضا تلميذ ليسوع، فهذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فامر بيلاطس حينئذ ان يعطي الجسد. زي ما قلنا الادله قبل كده انه كان يجوز للناس انها تطلب الاقارب او المعارف من الحاكم ان هم ياخدوا الجسد، وده حصل، ده حصل. فاخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخر، وده برضو دليل اركولوجي مهم، لان بيقول لك ان الطريقه بتاعه الدف اللي هو النحت في الصخر دي طريقه الاغنياء، والكتاب بيقول ان يوسف كان غني. ثم دحرق حجرا كبيرا على باب القبر ومضى، وكانت هناك مريم مجدلية، وإلى آخر الآيات. فمن المنطق أنه لو المسيحيين عايزين يعملوا قصة القيامة مش هيورطوا نفسهم بأنهم يدخلوا اسم مهم في السنهدريم، اليهود زي يوسف الرام، يعني مش معقولة أن هم، لأن دي مخاطرة كبيرة أنك تزج بالأسماء دي حين ذاك، ده انت كده بتدمر فكرتك لو هي مبنية على كذب. المعيار فيه بقى رقم 10 اللي هو معيار الحرج، ده عند العلماء في أعلى درجات المصداقية. يعني ايه معيار الحرج؟
انا عايز يا جماعه مش عاجبني التكبيس يعني، حتى ما وصلناش لستين ولا سبعين الف يعني، من فضلكم يا جماعه كبسوا شويه حراره كده بالله عليكم يعني، انا حبش النوم يعني، كبسوا عشان نوصل مئة الف بعد اذنكم يعني، يا ريت يعني كبسوا لو سمحت. طيب اللي هو معيار الحرج، يعني ايه معيار الحرج يا حضره القسيس؟ يعني انك انت بتذكر تفاصيل محرجه ومخزيه، مستحيل انك انت كنت تذكرها الا اذا كان الحدث تم. فمعيار الحرج في الاناجيل هم دلوقتي بيعترفوا، لما يحط لك يوسف الرامي بيحط لك يوسف الرامي هنا بيعترفوا اعتراف ان التلاميذ او اقاربه لم يستطيعوا تحمل تكلفه مدفن خاص بهم لدفن يسوع، لذلك اضطروا ان هم يستخدموا عضو مجلس السنهدرين يوسف الرامي. ده وبرضو حكايه انك انت تزج باسم زي نيكوديموس، ان نيكوديموس برضو نفس الحكايه، وجاء ايضا نيكوديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا، فاخذ جسد يسوع ولفه باكفان مع الاطياب، انه الناس اللي دفنوا يسوع واحد اتبرع بالمدفن بتاعه او القبر بتاعه، والتاني هو اللي كفنه اللي هو نيكوديموس، ده يسمى عند الاكاديميين الكبار ده يسمى مانع الاحراج، وده دليل على صدق القصه. يبقى احنا كده خلصنا ادله الدفن، 10 ادله للدفن. ممكن المرجع بتاع ذكر يوسف الرامي في المصادر اليهوديه، ده مش في المصادر اليهوديه، احنا بنتكلم دلوقتي على الاناجيل، ما تكلمش اليهود ما تكلموش على يوسف الرامي في المصادر اليهوديه. يبقى ده دلوقتي أدلة الدفن، قدمنا 10 أدلة نراجعهم سوا قبل ما ناخد مداخلات وندخل في أدلة القبر الفارغ، عشان نكون خلصنا حلقتنا، مش عارف هنلحق ولا هنمد الوقت، بس خليني أراجعهم معاكم، لأن أنا يهمني أن الإخوة المؤمنين إزاي يعني إيه يجادلوا المخالف في الأمور دي. فذكرنا أول حاجة عن أهمية الدفن لدى العبرانيين، وإن الكتاب المقدس يعني بيثبت على ضرورة دفن الميت حتى لو كان مجرم، اللي هي في تثنية 21-23، فلا تبت جثة على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. وتكلمنا على الدفن في الأدب الربياني أو الرباني اللي هو جاي من الرباي يعني، وتكلمنا تفصيلا في ده. وثالثا ذكرنا أن الأناجيل في إجماع على تسجيل لدفن يسوع، ده ورقم 4 قانون الإيمان الأول اللي هو بيسمى بتقليد كورنثوس، قال وإنه دفن، وده مبكر جدا. خامسا جبنا مصادر غير كتابية زي نقش الناصرة أو مرسوم الناصرة، وبعد كده 6 شهادة يوسفوس الكتير والجميلة جدا لا من خارج الكتاب، اللي بتدل على احترام الرومان لعادات اليهود في الدفن حتى لو مجرمين. وبعد كده القانون الروماني 7، القانون الروماني المعروف باسم ديجستا. وبعد كده 8 الأدلة الأركولوجية اللي هو قنبلة بتاعت يوحنان ابن هجلاغول اللي هو بيسمى ضحية الصلب، الاكتشاف الأثري اللي هو حديث، عشان الناس اللي هي كل شوية تقول لك فين أدلة موسى التاريخية، فين أدلة يوسف، فين أدلة سليمان. يا حبيبي مش شرط، مع ان موجود ليها بعض الاثار، لكن مش شرط عشان التاريخ لم يذكر حدث معين او شخص معين يبقى هذا الشخص مش موجود في التاريخ، لان التاريخ زي ما انتم شايفين كل يوم بنكتشف فيه. على سبيل المثال وتسمى مساعده غير مقصوده،
انت ما كنتش عندك ابدا دليل اركولوجي على بيلاطس البونتي. بعد كده اكتشفوا حجر بيلاطس برضو في القرن الماضي، وعرفنا ان في واحد اسمه بيلاطس البونتي، وكذلك قيافة اللي صلب المسيح ده نفس الحكاية اكتشفوا رفاته برضو في القرن الماضي. فانت عندك اتنين من اللي صلبوا المسيح، بيلاطس البونتي وقيافة، لم يكن لهم دليل أركولوجي إلا في القرن الماضي يعني. فأنت دلوقتي التاريخ سلس يا جماعة، يعني دايما عقول الملحدين متشددة جدا، لم يذكر في التاريخ، ويقعدوا بفلسفة فارغة. التاريخ يا حبيبي سلس، كل يوم بتكتشف فيه، كل يوم بيتضاف ليه. التاريخ مش جامد هو على الاكتشافات الحديثة دي وخلاص، لا، ممكن بكرة نكتشف أكتر وأكتر، لكن فعلا كل يوم بيزداد يقين لينا أن الأناجيل صادقة. كل يوم أديك شايف زي دليل يوحنان ابن هاجلاغول، لما نكتشف أن هو ضحية الصلب، وأن هو دفن، وأنه كسرت رجليه بطريقة عمدية، زي ما اللص اليمين والشمال كسرت أرجلهم للتعجيل من دفنهم، زي ما الأناجيل قالت بالظبط. العلم بيثبت ده. وقلنا من أقوى الأدلة برضو على دفن يسوع اللي هو يوسف الرامي، وإن ده مستحيل يزجه باسم يوسف الرامي اللي إذا كانت القصة صحيحة. وعاشرا تكلمنا على معيار الحرج لنيكوديموس اللي هو كفن المسيح وإلى آخر. ده دلوقتي أدلة دفن يسوع، وممكن نخش دلوقتي في أدلة القبر الفارغ. وبالمناسبة انتوا اتكلمتوا على نظرية سرقة الجسد، هيبقى في حلقة كاملة للنظريات المطروحة حول القيامة، نظرية سرقة الجسد، ونظرية الهلاوس، ونظرية انه لم يدفن اصلا اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، ونظرية القبر الخطأ، وكل النظريات اللي ممكن المخالف يطرحها. لابد انها تفسر لنا الاربع حقائق اللي احنا بنتكلم فيهم، الموت والدفن والقبر الفارغ والزهرات. وبعد كده ناخدهم بمنطق، هننسف كل أدل، كل نظرية ضد نظرية ضد القيامة أو حقيقة القيامة، هننسفها علشان تبقى مرجع للإخوة بعد كده. طب اتفضل يا جناب الأسيس، وبعد كده خش في القبر الفارغ. شكرا أخو لك. وطيب أخ هشام، عندك أي مداخلات؟ أخونا هشام. لكن أنا يمكن لي بس يعني تعليق صغير. اتبسطت جدا جدا منك حضرتك دخلتك اللي فاتت لما علقت على إن الإيمان مش مهم، كمان المقدس هو كتاب تاريخ. يعني إحنا مش بنتكلم مثلا على مجرد مثلا نبوات رمزية أو أحلام أو مجرد تمنيات أو توقعات أو حاجة. الكتاب المقدس هو كتاب نبوي تاريخي جغرافي كمان. الناس اللي كتبته ناس في قمة الصدق، لأن ما فيش اختلاف على الإطلاق من جهة الأماكن والمصادر اللي هم ذكروها، تاريخ الملوك، حدوث ثورات، حدوث حتى المسيح لكل المجد والإكرام لما اتكلم على مثلا نقد الهيكل، لا يمضي هذا الجيل ولا لا يكون في حجر على حجر، حصل تاريخيا فعلا. حصل سنة 70 ميلاديا رب وشريف. بالضبط. فالكتاب المقدس هو كتاب تاريخي جغرافي، يستطيع ان احنا نعول عليه. لو قدرت ان انت الاحداث الجغرافية والتاريخية، انت كده هدمت كل حاجة. ده من وجهة نظري. لكن طالما الكتاب ده مؤسس على تاريخ وجغرافيا حقيقية باشخاص حقيقيين واقعيين، ما حتى جات من داخل الكتاب هي معلومة صادقة. وطبعا أخونا هولاكو اتفضل وأزاد في الشرح وقال إن في أدلة داخلية من داخل الإنجيل نفسه، كمان رب المجد يسوع المسيح. في إنجيل معلمنا مثلا يوحنا على سبيل المثال
بالمجد كده اتكلم في انجيل معلمنا يوحنا في الاصحاح مش متذكر كان 12 تقريبا، لما قال على موضوع قارورة الطيب وقال اتركوها انها لزمن تكفي. فطبعا ده دليل ايضا من فم المسيح لكل المجد والاكرام ان هو سيكفن سيكفن. امين. فربنا يبارككم وانا معكم على السلامة. شكرا اخونا هشام. الحقيقة الكتاب المقدس هو الكتاب، يعتبر الكتاب الوحيد الذي يمكن ان تثبت صحته وقانونيته وتاريخيته من داخله. ليه؟ الفكرة هنا هو مش كتاب قال لنا سرد معين لقصص معين حصلت. الكتاب قال لنا عن حاجات هتحصل وبعد كده حصلت، قبل الكلام ده، قبل ما تحصل بآلاف السنين وقبل ما تحصل بمئات السنين، وتمت بالحرف. يعني مثلا أنا لو مسكنا أول حاجة مثلا على سبيل المثال، يعني خليني يمكن أخذ بس تأكيد للكلام ده، لما تشوف إن الكتاب كتبه 40 كاتب، أنا لو كتبت كتاب وأنا عندي 20 سنة، أنا النهاردة لما أجي أكتب الكتاب ده أكيد هغيره. مجموعة كتاب الكتاب المقدس المسوقين من الروح القدس كتبوا في فترة 1600 سنة، 40 كاتب، منهم الملك، منهم راعي الغنم، منهم جهان الجميز، منهم صياد السمك، ومنهم اللي اشتغل في البلاط الملكي، منهم كمان الملك، وكل دول يجتمعوا على فكر واحد. ده أنا زي ما بقول لك كده، أنا فكري من 20 سنة مش زي فكري النهاردة. فكون إنه يتفقوا على رسالة واحدة، يبقى هو هنا الكاتب مش بس كاتب واحد، لا، الكاتب واحد يعلم ما سيحدث مش ما حدث. التاريخ انت بتكتب ما حدث، ومرات حتى التاريخ نفسه، يعني في عبارة يقول ايه، التاريخ يكتبه المنتصرون، فمش دايما التاريخ حقائقه كمان مؤكدة. لكن لما نشوف الكتاب المقدس ذكر حتى ضعف الأنبياء، خطايا الأنبياء، كل الكلام ده بيؤكد. وكل ده كان عشان حاجة واحدة بس، بيعلن أن كل الأنظمة وكل الأفكار لا يمكن أن تخدم الجنس البشري أو تخلص الجنس البشري، فكل الأشياء كانت موجهة إلى الحمل الذي يأتي ويرفع خطية العالم اللي هو شخص ربنا يسوع المسيح، وكل النبوات بتشير إليه، وهو جاء وتمت فيه كل النبوات. عشان كده لما كاتب رسالة العبرانيين يقول إيه في الرسالة في الأصحاح الأول، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة قديما كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. إذن في المسيح كان كمال الإعلان الإلهي، كل ما قيل عنه. عشان كده حتى المسيح نفسه يقول لهم مكتوب، حتى لما بيتكلم مع تلميذي عمواس بيقول لهم أما قرأتم ما جاء في موسى والأنبياء، يعني بيشير حتى إلى الكتاب المقدس وإلى العهد القديم. فالأدلة حتى داخل الكتاب المقدس غنية، حلو أن يبقى كمان أدلة من الأعداء، حلو أن يكون ده، لكن كمان الأدلة الكتابية اللي داخل الكتاب المقدس هي أدلة غنية جدا جدا، تؤكد أن كل أحداث الصلب والقيامة وما بينهم الدفن هي أحداث حقيقية. يعني ما فيش أكتر من 100%، أنا عارف في ناس يقول لك 1000000%، لكن أنا أقول 100%، ما فيش أكتر من 100%. فبشكرك أخونا هشام، بشكرك أخونا هولاكو. دلوقتي هنتكلم عن الجزء الثاني من الأعداد اللي خدوا أخونا اللي عملوا أخونا هولاكو. لكن وإحنا بنسمع أخونا هولاكو، ياريت إحنا دلوقتي قاعد لنا حوالي 25-26 دقيقة على نهاية البرنامج، واحنا لسه 67,000، فالمفروض كنا وصلنا 100 من بدري، فاحنا معتمدين على كرمكم الكبير. وانا برحب باختنا جديدية
واختنا ديفاين لاف، اهلا وسهلا بيكم، سلام المسيح لاختنا ديفاين والاخت جديديه، وهم طبعا اكيد مش ضيوف، هم اصحاب بيت كمان. طيب اخ هولاكو، تحب ناخد ديفاين وجديديه قبل ما تبدا لو عنده مداخلات؟ طيب اتكلم في القبر الفارغ لانه خاص بالنساء، وبعد كده نديهم في النص مداخله، هتبقى خلاص. حلوه ماشي خلاص. بصوا يعني هي جايه نصيبهم. يا سلام، انتوا جايين عشان تشهدوا على شهاده النساء. يعني المسيحيه فعلا غيرت مفهوم او نظره العالم كله للنساء بسبب قيامة المسيح. ليه بقى؟ هنتكلم النهاردة طبعا بديهي ان اول شهود للقيامة كانوا النساء، وده خلي بالكم الكلام اللي بيتقال ده يا جماعة كلام مهم جدا جدا. سيبكم بقى يعني الاسلاميات، وانتوا عارفين العبد لله فيها عمل ازاي، لكن اللي انا بقوله لكم ده هو الضرر فعلا. احنا قرينا كتير في الاسلاميات والى اخره، ممكن نعمل حاجات كتيره فيها، لكن اللي انا بكلمكم فيه ده هو ده حقيقه ايمانك انت، عشان تبقى انت مش بس مسيحي كده وخلاص، لا لازم تبقى عارف ان ايمانك ده مبني على الصخر، تنهزم قدامه كل الافكار والمعتقدات. دليل القبر الفارغ، طبعا هتكلم من حيث ما انتهينا، ان حقيقه دفن يسوع ليست قوتها في المصادر المتعددة فحسب، ولكن ينطبق عليها معيار الحرج اللي هو دفن في قبر عضو مجلس سنهدريم، يعني ليس لديهم أموال لدفن معلمهم اللي هو يوسف الرامي لما طلب الجسد ودفنه في قبره، وبعد كده اللي كفنه نيقوديموس. أيضا شهادة القبر الفارغ محرجة للغاية، لأنها تمت عن طريق اكتشاف النساء. خدوا بالكم من حاجة، لما أنت تيجي تتكلم في عصرنا الحالي الموضوع عادي، لكن بالنسبة للعصر القديم أنت بتحكم على فكرتك بالموت. يعني لو المسيحية دي مزيفة اعرف على طول أنها كانت انتهت من زمان. ليه؟ لأن حقيقة مقبولة بالإجماع الأكاديمي أن شهادة النساء في العالم القديم وبالأخص في المجتمع اليهودي لم يكن موثوق بها. فمثلا يوسفوس في كتاب الأنتيك اللي هو الجزء الرابع من 8 إلى 15 بيقول لك لا تدع شهادة المرأة يعترف بها نظرت لقوة وجراءة جنسها. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا. وهنا يوسفوس بيوضح أن المرأة في ذلك الوقت كانت أقل قيمة من الرجل، وأن شهادة المرأة ليس لها أي قيمة. وبالرغم من كده هنلاقي الأناجيل الأربعة أجمعت أن النساء كانوا أول من شهدوا على القبر الفارغ. برضو هتلاقي في التلمود أي دليل تعطيه المرأة هو لا يصلح تقديمه، اللي هو برضو التلمود قال كده. وبرضو هتلاقي برضو في رباي اسمه أليعازر قال لك لتحترق، الكلمة صعبة قوي، لتحترق كلمات الناموس بدلا من أن تقدم امرأة للشهادة. في مؤرخ اسمه أنتي رايت، ده مؤرخ مسيحي بس قال كلمة قنبلة، خدوا بالكم، قال لك كمؤرخين نحن ملزمين أن نعلق على هذه الروايات أنه لو تم اختراعها بعدها بخمس سنوات، ناهيك عن 30 أو 40 أو 50 سنة، يعني لو تم اختراع الأناجيل دي وتفبركت، كان من المستحيل أن يضعوا مريم المجدلية في هذا الدور. خدوا بالكم من الكلمة دي، قنبلة، يعني بيقول لك احنا كمؤرخين احنا ملزمين ان احنا نعلق على الروايات الانجليه دي. هي ازاي المسحه دي مخترعه؟ لو كانت مخترعه وكتبت بعد كده المفروض ما كانوش هيحطوا مريم المجدليه في هذا الدور.
يعني وضع مريم المجدلية في هذا الدور كأنك كده بتضرب نفسك بالرصاص، لكن بيقول لك لنا كمؤرخين هذا النوع من البرهان كالذهب. ليه بقى؟ يكمل الفكرة واحد اسمه مايكل لاكونا، ده برضو نفس الحكاية، يعني برضو ليه كتابات حلوة قوي. بيقول لك ان يوسف الرامي او نيكوديموس كانوا سيكونان مرشحين افضل من النساء لاكتشاف القبر الفارغ. منطق، يعني لو انت مخترع الروايات دي مش هتحط لي النساء، والنساء معروف ان هم شهادتهم لا يعتد بها، فانت كده كأنك بتنتحر. يعني انت لو مخترع بدعة او هرطقة انت كده بتنتحر. ازاي؟ انا ساعات بسأل نفسي يا جناب القصة، هي ازاي المسحية دي نجحت اصلا؟ يعني ازاي المسحية دي نجحت الا اذا كان بتأييد من الاله الحقيقي؟ ازاي انت عايز تبشر باله اتصلب وتهان وقام بين الاموات في ظل جماعة اليهود بتوع الشريعة وجماعة اليونانيين بتوع الفلسفة والرومان بتوع القانون؟ ازاي قدرت تخترق هذه الحضارات من غير سيف ولا غزوات ولا اي حاجة وانت بتبشر بإله مصلوب وقام بين الاموات؟ يعني حاجة رهيبة جدا. فمايكل لاكونا بيقول لك ان يوسف الرامي او نيكوديموس كان هيكونوا مرشحين على افضل من النساء. يعني حتى اللي هو كاليسيوس اللي هو كان من أشرس المنتقدين للمسيحية المبكرة كان بيحاول إضعاف حجج وبراهين القيامة لما قال أن البرهان الوحيد على القبر الفارغ يقع على عاتق شهادة نساء. أنت دلوقتي عندك أدلة تاريخية برضو اللي منتقدين مسيحية كانوا بيتريقوا على الموضوع ده. يعني لازم نكون إحنا برضو بنتكلم في بمنطق مع المخالف، مش بس تجيب له الأدلة التاريخية الداخلية. خلي بالكم الأناجيل من أقوى الوثائق التاريخية، وهنبقى نفتحه موضوع خاص لوحده، أن العهد الجديد أقوى وثيقة في التاريخ القديم. ده حاجة على فكرة لا جدال فيها يعني. لكن حابب أن أنا أقول لكم أن متى البشير ذكر نظرية سرقة الجسد، وده غريب. انت ليه تكتب حاجة زي كده وكأنك بتروج للمخالف حج عليه؟ المفروض انك كاتب البشاير للناس عشان تؤمن، لكن كتب ده لان كان ده اللي كان الاشاعة اللي طلعت، لان حتى متى كان بيذكر ان الاشاعة دي موجودة حتى يومنا هذا. فبقى يوستين الشهيد في حواره مع تيرفو قال ايه، وده برضو دليل خارجي كان بيتكلم، عشان برضو يا جماعة ترد على ان الحكاية دي مش مفتكسة او احنا اخترعناها عشان ندي صدق للقيامة. لا، ان كان في حصل مناظرات بين القديس يوستين الشهيد وحواره مع تيرفو، وده شابتر اللي هو 89 إلى 108. فبيتكلموا في المجادلة دي، يوستين بيقول له فأنت لم تتب فقط بعد أن علمت أنه قام من بين الأموات، ولكن كما قلت من قبل أرسلتم رجال مختارين من جميع أنحاء العالم لتعلنوا أنها بدعة لا إلهية، أن يسوع الجليل المخادع الذي صلبناه لكن تلاميذه سرقوه ليلا من القبر. هنا بنسبة من الأدلة الخارجية أن يسوع تم دفنه فعلا، ثم وجد القبر فارغ، لأن إشاعة سرقة الجسد بتدل أن كان دفن وما فيش جسد. يعني برضو دي من أدلة اللي هو القبر الفارغ. قبل ما أدخل في أقوال العلماء نسمع الصوت النسائي بقى باعتبارهم أول شاهد للقيامة، وبعد كده أكمل أدلة الدفن، أدلة القبر الفارغ. آسف، فضل. طيب، شكرا أخونا هولاكو. واحدة من الحاجات المهمة في الأدلة، يعني على سبيل المثال
في نظرية اسمها نظرية المنفعة. يعني مثلا لما أنت بتقول قصة مش حقيقية أو تشهد شهادة زور، بتشهد شهادة زور لسببين، إما لكسب ما أو لخوف من شيء، تهديد يعني، يا إما حد بيخوفك بيهددك، يا إما واحد بيغريك بالمادة اللي هي سياسة العصا والجزرة أو كده. فهنا يا إما تهديد يا إما ترغيب. فالتهديد على التلاميذ كان لإنكار قيامة المسيح مش العكس، ومع ذلك قالوا نحن شهود لذلك، شهود للقيامة. فحتى فكرة التهديد كان تهديد عشان يشهدوا ضد القيامة، لكنهم شهدوا بالقيامة. يبقى نظرية التهديد نفسها مش موجودة، أو ليه يشهدوا ده؟ هم كانوا مهددين إن هم لو هم شهدوا بالقيامة، وفي نفس الوقت ما فيش أي منفعة ليهم من إن هم يكونوا شهود للمسيح، ده عاشهم مضطهدين. وسفر أعمال الرسل بيؤكد، اللي هو سفر فيه تاريخ الكنيسة وإزاي انتشرت الكنيسة، بيؤكد إزاي انتشرت الكنيسة بالاضطهاد، وإزاي كل أتباع المسيح كانوا مهددين بالقتل. وحتى مثلا على سبيل المثال الرسول بولس نفسه لما كان شاول في أعمال 7 بيعلمنا، بيشوف في وقت رجم استفانوس بيقول وكان شاول راضيا بقتله. فحتى النظرية بتاعت أنك أنت تكون نظرية التهديد كان تهديد أنه ما ينكروا القيامة مش يثبتوا القيامة، وحتى المنفعة ما فيش منفعة لأنهم عاشوا مضطهدين. فهنا بيؤكد أن الإيمان المسيحي هو إيمان حقيقي أصيل يزرعه الله في قلب الإنسان. أنا مش بكتسب الإيمان المسيحي، الإيمان المسيحي هو عمل الله. الكتاب المقدس بيتكلمنا ان احنا اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله، بيتكلم عن متبررين مجانا بنعمته. فهنا بنشوف ان الايمان كمان هو عطية الله، الايمان هو عطية الله. فمهم جدا جدا واحنا بندرس وبنفحص ونتكلم ونقدم ادلة ومعلومات، لازم نعرف كمان ان واحدة من الحاجات اللي ذكرها الكتاب المقدس وموجودة ودليل صارخ هو انه لا منفعة للتلاميذ ان يكونوا شهود للمسيح او شهود للقيامة، لكن بالعكس كان في تهديد لحياتهم عشان يكونوا شهود للمسيح وشهود للقيامة. طيب زي ما يعني اخونا هولاكو اقترح، عندنا الاختين، الاخت ديفاين لوف والاخت الجدية، وكمان اخونا هشام، في اي وقت عندك مداخله انت ضيفنا العزيز. انا اسف جدا انت ما كلمتش النهارده كتير، لكن انا بعتذر لك كمان. اتفضل حضرتك. دقيقه واحده بس مداخله عشان اتفضل اخواتي. اتفضل. فعلا حضره القسيس في ملاحظه مهمه. لو فرضنا ان الدوله الرومانيه الامبراطوريه بتبحث عن سارق هذا الجسد، قالوا في جسد في هذا القبر وهذا القبر تمام، كون ان التلاميذ ينادوا بقيامة المسيح من بين الاموات فهم المتهمون الاوائل من قبل الدولة الرومانية لمحاكمته. واخدين بالكم اللي فاهم الحتة دي اخواتنا الغاليين يكتب رقم واحد. اعيد تاني، لو الرومانية كانت تعتقد بأن القبر فارغا، بأن القبر كان فارغا وتم سرق حسد، في حين أن تلاميذ المسيح ينادون بقيامة من بين الأموات، إذن المتهمون الأوائل بسرقة هذا الجسد هم تلاميذ المسيح. كان المطلوب من الدولة الرومانية القيام بالقبض عليه. يا رب تكون وصلت معنى ان هم ما قدروش عليهم. ان لو في ادعاء اختي ديفاين، لو في ادعاء في جسد مسروق من القبر والجسد ده هو يخص جسد تمام،
امام التلاميذ ان هم يصمتوا، لكن الانجيل ما قالش ان هم صمتوا، لا راحوا كانوا قالوا ان هو قام. بما ان تقولوا ان هو قام من بين الاموات يبقى انتوا اللي مسؤولين عن سرقه هذا الجسد اللي المفروض داخل القبر. لكن الدوله الرومانيه نفسها لم تتهم حد، لم تتهم احد بسرقه هذا الجسد بطريقه معجزيه. يعني مفيش توجيه اتهام من الدوله نفسها. وتاكيد لكلام حضرتك اخ هشام ان كان في حراس على القبر، كان في حراس، والحراس دول يعني يعني كانوا عارفين ان في محاكمه لو هو حد جاء خد الجسد وهم موجودين. طبعا ده موضوع يعني هو فكره القبر الفارغ، الحراس، الحجر، والحجر ده ووزن الحجر، الحجر ده كانوا بيحطوه عشان حماية للأموات من الوحوش المفترسة، يعني حجر لا يدحرج، صعب أن مجموعة من النساء يدحرج الحجر، عشان كده كان السؤال من يدحرجنا، من يدحرج لنا الحجر، ده كان التفكير اللي شاغل تفكيرهم وهم رايحين القبر. طيب لو خلصتم دخلتك أخويا هشامي كده أخد الأخت ديفاين وبعد كده أخد الأخت جديدية. امين انا عملت ميوت. امين امين اوكي ماشي اخت ديفاين اتفضلي. سلام المسيح لكم جميعا. انا هكمل على كلامكم. طبعا انا كنت عايزه اتكلم برضو عن الكفن، ان في مخطوطه للكفن، بس يعني لو الوقت كفى هقول بسرعه هكمل اللي انتوا قلتوه بسرعه. انتوا بتقولوا يعني ما فيش اي حاجه تقول ان كان في الجسد واتسرق. ما فيش غير حل واحد، ان المسيح فعلا قام، لان الجنود دول شافوا الرعدة اللي حصلت لما الملاك جه ودحرج الحجر. الجنود خافوا وترعبوا، ما خافوش على ان هم هيموتوا لو تقاعسوا عن الوظيفة بتاعتهم، لو هم مقاموش بالمهنة بتاعتهم او ناموا. ده في القانون الروماني ان لو هو نام او تقاعس عن الخدمة بتاعته بيقتل. تخيل هم ما فكروش في حياتهم، كل اللي هم عملوه ان هم ترعبوا طبعا وجريوا من المنظر اللي هم شافوه. كمان الختم اللي كان موجود على القبر ده ممنوع اي حد يبريك يكسر الختم ده، والا العقوبه بقى برضو بتاعت الشخص اللي يعمل كده من الشعب او من الجنود او من اي حد، ان هو بيتصلب upside down، يعني بيحط راسه تحت ورجله فوق، بيموت مصلوب بالشكل ده. فمعروف ان استحالة ان يكون حد عمل كده، وإلا فين الحد اللي عمل كده؟ وفين الجثة؟ يعني دي الحاجة اللي أحرجت اليهود وخلتهم يقولوا سرقوا. موقفهم المحرج ان مفيش جثة، وإلا كانوا قالوا للناس تعالوا شوف، يعني اي قبر بيكون فيه عظام على الأقل او الجثة متحللة او اي حاجة بيلاقوها جوه القبر، لا ده لقيوا الأكفان زي ما كانت متطبقة وكأن ما فيش حاجة. كمان الحجر اللي كان موجود السجلات بتقول إن هو بيزن ما بين طن واتنين طن، يعني ما بين 2000 باوند و4000 باوند. تخيلوا يعني ممكن نقول ما بين 1000 كيلو وأكتر، أكتر من 1000 كيلو لأكتر من 2000 كيلو. فيعني دي باينة ان هي مش حد معين هو اللي عمل دي، دي حاجة إلهية. دي كمان ده بالإضافة إلى الظواهر اللي حصلت أثناء الصلب، يعني أثناء الصلب بتاع المسيح حصلت ظاهرة فلكية. العلماء اللي جم بعد المسيح بفترة كبيرة قوي قالوا لنا ان الظاهره دي اتضح ان هي حدثت بالفعل في وقت صلب السيد المسيح، والناس دول اصلا مش مسيحيين. يعني عايزين نقول ان الانجيل سجل الظلام اللي حصل على الارض اثناء صلب السيد المسيح، وكان في حوالي الساعه 6 كانت ظلمه على الارض كلها الى الساعه 9 وظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا ابتاه في يديك استودع روحي، ولما قال هذا اسلم الروح. ده في لوقا 23. الدليل الاول اللي بيقول لنا ان دي فعلا ظاهره فلكيه حدثت ايام المسيح
في حوالي سنة 52 ميلادية، يعني بعد موت المسيح بحوالي 20 سنة، يعني حوالين الوقت بتاعه. في واحد مؤرخ اسمه ثالوس بالسيف الأول وسين في الآخر، كتب حاجة اسمها تاريخ أمم شرق البحر المتوسط من حرب طروادة، يعني من حرب طروادة لغاية التاريخ ده. المجلد ده بيقولوا إن في أجزاء لسه باقية، واستخدمها مؤرخين تانيين في أعمالهم، منهم المؤرخ يوليوس أفريكانوس، أحد المؤرخين اللي عاش سنة 221 ميلادية. فهو بيكلم عن صلب السيد المسيح والظلام اللي غطى الأرض، بيقول إن هو وجد مصدر في كتاب ثالوث الذي تعامل مع هذا الحدث الكوني الفريد، يذكر فيها غطى الظلام العالم بأكمله، والصخور تشققت بفعل زلزال، والعديد من الأماكن في اليهودية ومناطق أخرى طرحوا واندثروا بفعل الزلزال. اتذكر ده في كتاب ثالوث رقم 3 في سلسلة مجلداته التاريخية. الدليل الثاني ان التاريخ برضو بيقول لنا ان في واحد اسمه في سيرة ديوناسيوس الأريوباغي، وده قاضي، فبيقول انه حدث كسوف الشمس وقت صلب السيد المسيح، كان ساعتها ديوناسيوس يدرس في جامعة عين شمس احدى كان ديوناسيوس يدرس في جامعة عين شمس احدى الجامعات اليونانية القديمة في مصر. كان بيدرس ايه بقى؟ علوم الفلك والهندسة والقانون والطب. ده بيقول ان هو منهج للناس اللي بتتولى سلطان القاضي في وقتها انه يكون ملم بجميع العلوم. وحين حدث كسوف الشمس حدث تساؤل، فبيقول ايه؟ الإجابة كانت بتقع في ثلاث احتمالات. الاحتمالين الأولين طبعاً هيطلعوا فاشلين زي ما هنشوف، ومش هيكون إلا فيه الاحتمال واحد بس، إنه إله الكون كان متألماً في هذه اللحظة اللي حصلت فيها العتمة اللي صحبت صلب المسيح. فبيقول الثلاث احتمالات إيه؟ أن يكون العالم يكون العالم أوشك على النهاية، وهذا الكسوف من إحدى الدلالات. يعني بيقول يا إما كانت هي نهاية العالم، وطبعاً ما كانتش نهاية العالم، فنحط الاحتمال ده على جنب، أو أن تكون كل قواعد علم الفلك خاطئة من أساسها، لأنه هو طبعاً استخدم القواعد بتاعت علم الفلك اللي هو تعلمها، لأنه ده راجل عالم ملم بكل العلوم زي ما شفنا وقريتها من شوية. فبيقول بقى ما فيش الاحتمال الثالث، هو ان فعلا اللي كان على الصليب ده هو الله الظاهر في الجسد، وانه كان في لحظة التألم دي، فعلشان كده الظلمة غطت المسكونة كلها. وبيقول وظلت هذه الواقعة في ذاكرة ديوناسيوس الى ان بشره القديس بولس في أريوس باغوس، متأكدا بان الاحتمال الثالث هو الاوقع. يعني ده كان واحد موجود على ايام بولس، والأصح هو أن يكون إله الكون كان متألما، يعني عشان ظاهرة كبيرة زي دي وخطيرة زي كده، وظاهرة إلهية طبعا طبيعية، لأن حادث الكسوف أنا بكره إن أنا قطع حد، بس أنا إحنا جربنا على النهاية وتغيرنا لكم عنده حاجات كتير. عند هنا لأن كنت عايز أكلم برضو عن ناس تانية ملحدين ورومان ومش عارف إيه، بس هقف لغاية هنا عشان أقول برضو الحتة بتاعت لو انتوا اتكلمتوا في المخطوطة بتاعت الكفن خلاص انا مش هتكلم فيها. هولاكو انت اتكلمت في المخطوطة يعني لو انت معنا من اول حلقة الاخ هولاكو واخدهم كده بتسلسل، فخليك معنا لو في وقت وليك مداخلة تانية هديك المداخلة، بس عشان ماشي هتكلم عن المخطوطة اللي لقيوها خلاص فيها كل حاجة عن الكفن. بس هكمل الحتة دي. استمر ثلاث ساعات، بيقول حدث الكسوف الذي حدث للشمس الذي استمر ثلاث ساعات ليس امرا عاديا، بل هو فوق مقدور البشر وفوق القواعد والتحليل العلمي. ده عالم يا جماعه اللي قال الكلام ده. شكرا لكم. سلام. شكرا اخت ديفاين. شكرا ربي يبارك. اخت الجديديه. يس. كنت عايز اتكلم على موضوع الكتاب المقدس والادله التاريخيه. طبعا المؤرخين بياخدوا من الكتاب المقدس التاريخ، ولانه مزبوط بادله خارج الكتاب المقدس، زي مثلا ان شعب اسرائيل في عصر القضاء ما كانش ليهم رئيس، هنلاقيه في مرنبتا ستيل اللي هو التابلت الفرعوني اللي يرجع تاريخه ل 3200 سنة، وبيتكلم فعلا في الوقت ده كان دولة إسرائيل ما كانش ليها ملك. كمان التابلت اللي لقوها في 2018 على جبل عبال، عبال ده اللي هو جبل اللعنات،
ولقوا مكتوب على التابلت أنت ملعون من قبل يهوه. كمان كنت عايز أتكلم على موضوع الكفن، إن الكفن كان الكفن ده يا جماعة من لينن وبيتلف حوالين الجسم، فهو ده لقوه موجود كده. يعني أنا دلوقتي أنا التلاميذ جاي يسرق المسيح، هاخده بكفنه صح واجري بيه، مش هقلعه، دي حاجة. غير بقى لو أنا قلعته لازم أفك الكفن، يعني أفك الشرايط دي كلها، مفيش كانتش مفكوكة، كان سابها زي ما هو، كأنه مختفي من جوه الكفن نفسه، فده حاجة مستحيلة يعني. وكمان حجته من الخيبة، اللي هو الرسل جم خدوه أو تلاميذه جم خدوه وإحنا نايمين. طب وإنت نايم مغمض عينيك شفتهم إزاي؟ يعني بقى له منطق. طب ولو شفتهم ليه ما وقفتهمش؟ يعني حتى الحجة هبلة وعبيطة يعني. كمان في حاجة بحبها في موضوع هولاكو كان بيتكلم فيها بتاع المريمات، حتة بحبها جدا، حتة منكسات وجوهن في لوق 24، بيقول لك وإذا كنا خائفات ومنكسات وجوهن إلى الأرض، فهن لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ فهو بيوريك موقف المرأة قبل القيامة وبعد القيامة. المرأة قبل القيامة كانت فعلا منكسة الرأس بسبب العار حواء اللي لحق بينا، لأن هي اللي أسقطت آدم أو اللي جرت آدم للسقوط. وبعد القيامة حواء أو المرأة بقت مكرمة وجاء الخلاص منها. فدي كانت دي حتة بحبها قوي، بحس إن بقيامة المسيح إحنا كنساء كرمنا ورفعنا رؤوسنا تاني لأول. وتنسي النور المقدس في الأب في القبر. يا بس أنا بتكلم على الحتة دي يعني. كمان في حاجة، إن الرسل مش بس خسروا حياتهم، الرسل خسروا كل حاجة، خسروا حتى أهلهم، حتى اللي كان عايز يروح يدفن أبوه ما كانش عارف يروح يدفن أبوه، مش اكتسبوا مال ولا اكتسبوا في، مش حكاية اكتسبوا دول، خسروا كل حاجة. أغلى أكتر حاجة عندهم، أبسط حاجة الإنسان تبقى عنده هي العائلة، خسروا كل حاجة لأجل الكرازة بموت المسيح وبقيامته. فمستحيل إن إحنا كل الناس دي اللي كرزت وشافوا المسيح بقيامته وماتوا لأجل هذه الكرازة يكونوا كلهم اتجننوا وكلهم قرروا إن هم يتقتلوا لأجل حاجة كذبة هم كذبوها، لإلا هم شافوا، لإلا ما شافوش، لإلا شافوه. أوكي. يعني. شكرا أختي جدرية، ربي باركك. طيب أخونا هولاكو، يا ريت يا جماعة بس التكبيس على الشاشة عشان عايزين نوصل لمئة ألف. إحنا خلاص المفروض إحنا وصلنا لنهاية البرنامج، كان المفروض معدين المئة ألف، لكن كمان يمكن هنسمع في كرم أخواتنا في الأرامية ودايما بيكرمونا. أخ هولاكو، أعتقد أن المداخلة دي هتكون المداخلة الأخيرة ليك وللكل طبعا، فحاول تلخص زي ما انت على قد ما تقدر. طيب ماشي، انا لخص فعلا. انا كنت عامل هجيب بس كده ان حقيقه القبر الفارغ دي حقيقه 75% من العلماء بيقبلوا حقيقه القبر الفارغ، ودي نسبه كبيره. طبعا النسب الثانيه اكتر بكتير، بس حقيقه القبر الفارغ حتى مذكورة أنه دفن وقام، يعني دفن يعني معناه برضو وجد القبر فارغ ما دام قام يعني بطريقة غير مباشرة. فإجماع 75% من المجتمع الأكاديمي على أدلة القبر الفارغ، وده الفولدر ده بتاع أخونا نيك روك كان الدهوني، فبدل ما أنا أرى لكم من اللي أنا محضره كتابات فهنا حاجة شكلها أحلى يعني. وبعد كده الحقيقة الثانية اللي هي قبر يسوع الفارغ، حقيقة القبر الفارغ يجتمع عليها 75% من العلماء المشككين وغيرهما، أما الباقي فيوجد حجج قوية جدا للرد عليهم. أي واحد يطرح حاجة غير كده هنرد عليه، لأنه من المستحيل تلفيق الخبر لأسباب منطقية كتير احنا قلناها يعني. ويليام كريج ده رجل من أشهر المحاورين أو المناظرين المسيحيين، قال حاجة حلوة قوي،
لو لم يكن القبر فارغا ما لا كان من المستحيل أن ينشر أتباع يسوع خبر قيامته مبكرا وفي نفس المدينة التي صلب فيها وخاصة تلك الجراء والمجاهرة. فطبعا ده منطق جدا إن لو القبر مش فارغ ما كانوش هيبشر بالقيامة، لأن أول حاجة يقولها للتلاميذ ما قبره وجثته موجود لكن القبر فارغ. من المستحيل تلفيق قصة القبر الفارغ بسبب إيه؟ بسبب وجوده في أورشليم موقع صلب يسوع ودفنه، أي لو كانت كذبة لكشفها اليهود فورا بإظهار جسد يسوع زي ما أنا قلت. واحدة من أهم الأدلة الدماغة على قصة القبر الفارغ وهو اكتشافه من قبل النساء زي ما قلنا قبل كده، وفي المجتمع اليهودي في ذلك الوقت شهادة النساء لا يعتد بها، وهذا دليل على عدم تلفيق القبر الفارغ. فلو كان كتبت الأناجيل يخترعوا القبر الفارغ لقالوا أن من وجد اكتشفوا أحد التلاميذ بطرس أو يعقوب أو يوحنا أو إلى غيره. وطبعا في علماء كتير بيقولوا ودول من المشككين يعني زي جاكوب كريمر، إلى حد بعيد معظم التفسير بصلابة تعتمد مصداقية الإقرارات الإنجيلية عن القبر الفارغ وإلى آخره من المشككين. ودل الأركولوجي احنا قلناه اللي هو يوحنان ابن هاجا لغول وإلى آخره. فهي الموضوع طويل، فباختصار شديد أدلة القبر الفارغ يا ريت تكبروا صورة البرنامج أيوه عشان نوصل يا جماعة يعني في 5 دقايق نكون وصلنا 100,000 يعني، عشان بجد احنا ما وصلناش 100,000 في ساعتين يعني، دليل ان انتوا بتسمعوا بس ما بتعملوش لايكات يعني او تكبيس. فده ادلة القبر الفارغ زي ما قلنا انه اكتشف من قبل النساء والنساء لم يكونوا يعتد بشهادتهم، وده يسمى مانع الحرج. برضو من يعني كان هيبقى مرشح احلى من النساء لو الكلام ده ملفق من نيكوديموس أو يوسف الرامي. وقلنا أدلة تانية زي أدلة خارجية زي مناظرة أو جدال يوستين الشهيد مع تيرفو، وإن الموضوع ده كان له يعني مبكر مش اختراع مسيحي لتوطيد دليل القبر الفارغ يعني. يبقى احنا النهاردة خلصنا من دليل الدفن، أدلة الدفن وأدلة القبر الفارغ، والمرة الجاية أدلة الظهورات، وبعد كده ممكن نفرد حلقة للرد على كل نظرية تطرح من المخالف. شكرا لكم. شكرا شكرا أخونا هولاكو، رب يباركك. طيب أخونا هشام، أنت أنا آسف جدا 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 ليك النهاردة، أنا عارف الأخ هولاكو كان بيعد الموضوع وموضوع طويل، لكن انت كمان انت ضيفنا الاساسي وما خدتش حقك معانا النهارده، فانا بسيب لك الفرصه انك انت لو عندك اي تعليق او اي مداخله او حتى اي رساله روحيه حابب تقدمها فانا بسيب لك الموضوع كامل. واحنا بنسمع الاخ هشام يا ريت كده، احنا المفروض نكمل 100,000 لايك، فيا ريت كده باسرع وقت تكملوا لنا ال 100,000 لايك، احنا كلها 8,000 نقدر كده في دقيقتين لو كلنا ضغطنا على اللايكات هنقدر نوصل للتارجت يعني بتاعنا. اتفضل اخويا هشام. امين، ربنا يباركك ويبارك اخونا وكل الاخوه معانا كمان. طبعا فكره الفارغ وان التلاميذ الاخونا يبشروا بقيامه المسيح بالسرعه ديت، ده كان في خطوره على حياتهم هم شخصيا من جهة اتهامهم زي ما دخل قبل كده، اتهامهم بأن هم اللي قاموا بسر أسد لو كان هناك عند الدولة الرومانية فكر أو اعتقاد أن في الجسد حقيقة، لكن الإمبراطورية الرومانية ما كانتش مقتنعة بحاجة زي كده من جهة سرقة الجسد يعني، فما كانش في سرقة الجسد من أساس الحاكم. كل ده التبشير ان القبر فارغ وان بين الاموات.
هي دي اللي كانت صعبة جدا جدا، دي أصعب خطوة التلاميذ كلهم. المجتمع الروماني كان بيرفض القيامة من بين الأموات، وشفنا لما بولس دعواه لقيصر فدام مرافعة قدام أغرباس الملك، لأن إيين حي إيه السبب اللي من أجله كان بولس، هم مش عارفين إيه الكلام الوجيه اللي هم إمبراطور. فعرض بولس الرسول أثناء عن التبشير بالرب يسوع المسيح وعن القيامة من بين الأموات. ففستوس ده كان مساعد أو كان قاماني أو مساعد للملك أغرباس، فقال له أنت تهزي يا بولس القيامة من الأموات، أنت تهزي يا بولس، الكرة تحولك إلى الإيه؟ إلى الهزيان. طب هو ده كان إيمان؟ لا، ده كان إيمان كل الكنيسة. فالكنيسة كانت بتبشر بفكرة أو تخالف للتيار العام. كان أسهل عليهم لو ما كانش في قيامة حقيقية وقبر فارغ صحيح، طب هم يجيبوا نفسهم التعب ليه في وسط عالم هو نفسه رافض فكرة القيامة من بين دي، تجلب عليهم المشاكل. تمام، فبشكر رب يعني من أجل كل الإخوة والحلقناه لكم كمان في العرض الشيق اللي هو قدمه لنا من أدلة دامغة، خلنا حائط صد كل الإخوة والأخوات وخدش دايدة كمان وأسيس ثابت. حابين إن احنا نوجه رسالة أخواتنا الغاليين لكل انتماع، ارجع اقدس بنفسك. إيه بساطة فيها الكتاب المقدس مع زي ما قالوا كانت شهادة المرأة محتق أولى إن هم يقدموا شهادة نقديموس الرامي. الأناجيل دي ملفقة يعني، ده كانت نقطة أو كانت لمحة جميلة من أخونا هولاكو أشار إليه، لكن الإنجيل لأنه اتكتب بالواقع حقيقة على أرض الواقع فهو ما كانش بيفرق ما بين راجل وامرأة، احداث بمصداقية تامة بدقة الشكل. فلو كان هناك في أمر أو نية مبيتة للتزوير وتدي كلها واتكتب بعد فترة ولو يكن بعد 70-80 سنة، فالمزور ما كانش هيختار نساء يحطهم في القصة، كان حط فعلا يوسف الرامي او نقديموس ان هم كان ليهم مكانه في مجمع. ف عمل خلاصك هو ده اللي لازم انت تلتفت اليه، هو ليه احنا بنبر الفارغ وليه بنتكلم عن القيامه وليه بنتكلم عن الصلب، يعني خلاصك انت كانسان خاطي. الجميع زغوا فسدوا واعوزهم مجد. الإنسان عليه حكم الموت، والمسيح ليه كل المجد والإكرام، جاء خصيصا من يدفع عنك حكم الموت والدم الأبدي. عوقب المسيح لكي لا تعاقب، مات المسيح ولم ينزل يسوع المسيح من على الصليب حتى قال قد أكمل. الرب عشان يضمن ليك عهد أفضل، هو يقول عنه كده الكتاب أفضل، تعالى ليه من كل قلبك. ولو أنت شاكك حتى في أي شيء شكك، بالعكس قودك تعالى قول له يا رب خالقنا جاي لك من كل قلبي، ازرع في اليقين وازرع في، لأنك أنت اللي قلت أنك أنت بتضع قلوبنا وضع الأبدية في قلوبه. لا يعرف الإنسان العمل الذي عمله الله من البداية للنهاية. يا رب عايز أعرف اليقين من جهة كل شيء، وأعرفك أنت المعرفة الحق علشان أحصل يا رب على الخلاص. لو كانت المسيحية هي حقيقة من عندك، حب المعلنة المعلن ده من عندك أنت يا رب تقتل الخلاص، يا رب من فضلك وقدني للحق، يعني بهذا الحق يكون لي حياة أبدية معك من كل قلبك، وتكلم مع الرب كصديق
كلمك والرب بيتفكر ان الرب لا الرب يقول ان هو اسمع لي المسكين والمنكسر ده المكان الصوت بيقطع جدا ولا عندنا بس يا جماعة لا هو الصوت بيقطع بتاع الاخ هشام فشكل النت عندك صعب شوي طيب امين امين امين, أمين. شكرا ربنا يبارك شكرا اخ هشام شكرا اخ اولاكو شكرا جديدية ديفاين لاف حائط صد عشان الوقت بتاعنا انا بس في الرسالة الروحية وبعد كده نختم بالصلاة في الرسالة الروحية اجاوب على واحد من الاسئلة اللي دايما بتتسأل وخاصة احنا بتكلم عن القبر والقيامة وقيامة الرب يسوع المسيح وطبعا الادلة كتيرة مثلا الختم في متى 27 فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر يبقى فيه حراس وحجر والكلام ده ممكن نتكلم فيه كتير جدا جدا لكن في الانجيل بحسب القديس متى اصحاح 28-9 وهنا بتكلم عن شهادة من الشهادات الرائعة اللي هم النساء اصبحوا شهود للقيامة يقول في عدد 9 وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكم فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني لكن كمان في الإنجيل بحسب القديس يوحنا أصحاح 20 عدد 16 بيقول كده قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسير يا معلم قال لها يسوع لا تلمسيني ففي بعض الناس بيسألوا هو في متى تقدمت وأمسكت قدميه وفي يوحنا بيقول لا تلمسيني هل في تناقض في الكتاب المقدس وأنا مش بتكلم بس على إجابة عن سؤال لكن كمان معاه الرسالة الروحية أول حاجة لما بيقول الكتاب المقدس تقدمت وأمسكت بقدميه ده صحيح 100% لأن الكتاب قال كده طب يوحنا بيقول إيه؟ يوحنا بيقول ما بيقولش لم تلمسه لكن جاية في اللغة اليونانية كلمة لا تلمسيني بفعل المضارع المستمر معناها لا تستمري في لمسي عارفين لما بطرس قال له جيد يا رب أن نكون ها هنا نصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة بطرس عجبه الجو هناك لا في مشاكل العالم ولا في اضطهاد من العالم الجو مع المسيح ومع موسى وإيليا والدنيا رائعة فدايما احنا بنحب دايما ان احنا نعيش من غير مشاكل وفراحة ومن منواجهش التحديات لكن الرب بيقول لها ايه بيقول لها لا تستمر في لمسي اللي هو في يوحنا هي مسكته لا تستمر في لمسي ده المعنى لأني لم أصعد بعد عليك رسالة إيه هي الرسالة اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ إحنا علينا رسالة يا جماعة إحنا حلو إن إحنا نصلي وريت نصلي كتير حلو إن إحنا نصلي حلو إن إحنا ندرس حلو إن إحنا يكون عندنا معلومات لكن الأفضل كمان إن إحنا نكون شهود ونخبر الناس بكم صنع الرب بنا ورحمنا نخبر الناس بعمل المسيح الكفاري على الصليب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا نخبر الناس هو ليه جاء الرب يسوع المسيح هل جاء بس عشان نقعد نحكي قصة وفكرة إن واحد مات وقام لا المسيح مات من أجل خطايانا وقام لأجل تبريرنا ده الهدف الأساسي أنا بصلي عزيزي المشاهد أن الرب يسوع المسيح يكون أقامك معه وأجلسك معه في السماويات أتمنى تكون كده فعلا روح القيامة وقوة القيامة تغير حياتك فتعرف قوة وفوائد القيامة فتنتفع بالقيامة والرب يقيم في قلبك ويسكن في قلبك بالروح القدس لو انت لسه ما جيتش النهاردة اللي علينا احنا كقدام وكأولاد للمسيح ان احنا نخبرك لكن الروح القدس يعمل في قلبك ليغيرك واللي عليك انت تقول له يا رب يا من خلقتني اعلن عن ذاتك لي اهدني الى حقك عرفني طريقك زي ما قال نبي الله داود كده وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا أبدياً
أحبائي أنا بشكركم جدا جدا من أجل مشاركاتكم، من أجل صبركم، من أجل وجودكم معنا. خلينا نختم كلنا بالصلاة والرب يبارككم. أبانا السماء من كل القلب رب أنا بشكرك من أجل محبتك العظيمة، بشكرك رب من أجل وجودك في حياتنا، بشكرك رب لأنك عندما قمت أقمتنا ونقلتنا رب من الموت إلى الحياة ومن الظلمة إلى النور. بصلي ربنا من أجل كل الذين لم يعرفوك حتى الآن أن تعلن لهم عن ذاتك وأن تجدهم أنت ربنا فيعرفوك أنت الإله الحي الحقيقي وحدك، وأن يعرفوا الرب يسوع المسيح مخلصا الذي جاء إلى عالمنا، تألم وصلب ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب ليقيمنا معه وكفر عن خطايانا. يا رب أستودع كل النفوس اللي هتشاهد الحلقة واللي شاهدت، بشكرك رب من أجل إخواتي اللي تكلموا، بشكرك ربنا من أجل قناة الأرامية ومن أجل خدمة قناة الأرامية في اسم المسيح. آمين آمين. الرب معاكم إخواتي، وإن شاء الله نلتقي بكم في البرنامج ده الأسبوع القادم من في نفس الموعد الساعة 3 بتوقيت شرق أمريكا والساعة 9 بتوقيت مصر و8 بتوقيت أوروبا.